عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة بنتكلم مع حضراتكم في كل الأمور الخاصة بالرياضة بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. النهاردة الحلقة دايما بيكون موجود فيها الأستاذ إيهاب الخطيب في الفقرة الأولى، الفقرة الثانية هيكون فيها ضيف الكابتن تامر بيجاتو، وأيضا الفقرة الثالثة مع الأستاذ الإذاعي الكبير الأستاذ سمير حسين مع الزميل العزيز محمد سعيد. وأكيد هنتكلم في كل الأمور الخاصة زي ما قلت لحضراتكم بالرياضة، ولكن النادي الأهلي ومفيش أكيد أعلى من صوت مباراة بلاتينيوم اللي جاية اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله في ثالث المواجهات الأفريقية. النادي الأهلي بيأمل لتحقيق تاني انتصار ليه بعد انتصاره على فريق الهلال السوداني، و البحث عن صدارة المجموعة وأيضا تحقيق البطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا. طبعا مفيش شك أن الدوافع كتيرة جدا عند النادي الأهلي وعند مستر ريني فايلر اللي حقق بسم الله ما شاء الله الفوز الثامن على التوالي ليه في بطولة الدوري الممتاز على حساب نادي الاتحاد السكندري الفريق المحترم بقيادة الكابتن طلعت يوسف، لكن بنتيجة كبيرة جدا. وبسم الله ما شاء الله الأهلي ماشي في كل مبارياته في بطولة الدوري بخطى ثابتة. أيضا هنلاقي أن في يعني ثوابت سواء في الانتصارات أو في السكور وعدد الأهداف اللي الأهلي بيحرزه في مرمى المنافس. لكن ما فيش شك أن ملف الدوري خلاص اتقفل، وبالتالي بنركز في مباراة القادمة أيا كان وضعها إيه في بطولة الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا. بالتالي هي بطولة أفريقية ومباراة أفريقية، مباراة أمام منافس قوي. البعض متخيل أن فريق بلاتينيوم فريق سهل أو أنها مباراة سهلة، وأنا بقول لحضراتكم أن ما فيش في كرة القدم مباراة سهلة تماما، وخاصة في دوري الأبطال. كل الفرق اللي موجودة في الأربع مجموعات كلهم فرق على أعلى مستوى، كلهم دخلوا ينافسوا، وبالتالي كلهم أبطال للدوريات. بنتكلم على البطل أو بنتكلم على الوصيف لكل الدوريات اللي موجودة في أفريقيا، وبالتالي بنتكلم عن مباراة صعبة، مباراة كمان بلاتينيوم عارف أنه هيلاعب منافس اسمه النادي الأهلي، نادي القرن الأفريقي، النادي الأكثر تتويجا بالبطولة الأفريقية، وبالتالي هو عنده عدة دوافع. هو كمان أول دافع أنه هو يكسب النادي الأهلي، تاني سبب بيفكر فيه أنه هو يعني يعمل مباراة جيدة وتكون مباراة استعراضية ليه أمام النادي الأهلي علشان يستعرض إمكانياته اللي موجودة عنده، بتكلم على الإمكانيات الفنية اللي موجودة عنده. تالت حاجة اللعيبة اللي هتكون موجودة طبعا بتفكر إن هي تبقى موجودة في مكان أحسن من الفريق اللي موجودة فيه، وبالتالي لازم يعملوا مباراة كويسة. كل واحد بيدور على نفسه، كمان المدرب أو المدير الفني بيدور إن هو إزاي يستعرض إمكانياته الفنية وقدراته الفنية في إنه يعمل نتيجة إيجابية مع النادي الأهلي. فأنا بقول لحضراتكم ثلاث أربع دوافع موجودين عند فريق بلاتينيوم. زيمبابوي وبطل زيمبابوي أكيد النادي الأهلي عامل حسابه 100% إن المباراة مش هتكون سهلة، وإن المباراة لازم والبحث عن هدف واحد وهو المكسب. المكسب بيجيب مكسب زي ما حضراتكم عارفين، دي في لغة كرة القدم. لكن الأهلي بيدور على أنه يحقق انتصاراته المتتالية سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري الأبطال. من ضمن الإيجابيات الأهلي بيبحث عنها هو أن الروح الجيدة بين اللعيبة بينها وبين بعضها، أيضا عملية الروتيشن اللي هنتكلم فيها مع الأستاذ إيهاب الخطيب، وهل مستر فايلر ممكن يثبت التشكيل بتاع المباراة الأخيرة أمام الاتحاد، ولا هو عنده بعض اللعيبة اللي ممكن يستعين بيها ويدفع بيها المباراة اللي جاية، ولا الموضوع هيكون بالنسبة لمستر ريني فايلر مباراة أفريقية بالنسبة له زي مباراة الدوري، ولا بيعمل عملية فصل ما بين الدوري أبطال أفريقيا وبين بطولة الدوري العام. عشان كده بقول لحضراتكم دايما التحديات اللي موجودة عند لاعبي النادي الأهلي هي بتظهر في كل مباراة، تحدي كبير جدا موجود عند كل لاعبي النادي الأهلي عشان يردوا على كل الناس اللي بتتكلم وكل من هو يشكك في قدرات لاعبي النادي الأهلي في كل مباراة. النادي الأهلي بيكسب بمجهوده، بيكسب بعرقه، بيكسب بكفاحه. مفيش فريق في العالم هيجيب مدير فني عنده إدارة الأول ناجحة، عنده مدير فني وجهاز فني محترم على أعلى مستوى، الجهاز الإداري أيضا على أعلى مستوى، وإنه يتعاقد مع أفضل لعيبة موجودة في مصر وفي أفريقيا، ومش عايز في الآخر المردود يكون أكثر من امتياز. طبيعي جدا هتذاكر هتنجح هتجيب أرقام فوق الممتازة، مش هتذاكر مش هتعرف تحل حاجة، وبالتالي هتسقط في الامتحان اللي انت موجود فيه. عشان كده بقول لحضراتكم تحديات كل مباراة لينا بنتحدى بيها
الفريق اللي بيكون موجود بعد كده بنتحداه في المستوى الثابت، بنتحداه في ان اي لاعب يبقى موجود في التشكيله الرئيسيه بيأدي الدور اللي عليه وزياده، وايضا بنتحدى الجميع ان النادي الاهلي عينه على المكسب والمكسب المتتالي علشان يكون ريكورد مسجل في تاريخ النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري او في بطوله افريقيا. الحمد لله والشكر لله ان الاهلي انهى 2019 بتصدره لبطوله الدوري الممتاز زي ما انهى دوري الممتاز وهو بطل ليه مع مستر مارتن لاسارتي. الاهلي بينهي سنه 2019 بتصدر للدوري في النسخة 41 اللي ان شاء الله الاهلي او للمرة ان شاء الله 41 الاهلي يقدر ان هو يحققها ويوصل للرقم 42. تدريبات اكيد طبعا الاهلي بيتمرن بكل ثقة وبكل اجتهاد علشان يستعد للمباراة اللي جاية، وما فيش شك ان من اهمية المباراة اللي بقول لحضراتكم عليها والكتير تاني هأكد وعيد وزيد ان المباراة مش سهلة، محتاجين الدعم، كل السعة الجماهيرية اللي النادي الاهلي طلبها من الجهات الامنية انها تكون موجودة لازم ولا بد. وانا يعني اكيد مش انا اللي هقول لحضراتكم، الجمهور كده كده عارف والجمهور كده كده واعي والجمهور هيكون موجود، لكن ما ننساش نكون موجودين ورا فريقنا في مباراة افريقية صعبة علشان طبعا يعني نكمل انتصاراتنا ونشوف ازاي هنوصل لصدارة المجموعة. عندنا مباراة بلاتينيوم، بعديها مباراة بلاتينيوم، بعد كده عندنا ماتشين منهم واحد هيكون امام الهلال مع الكابتن حمادة صدقي بره ملعبنا في السودان، وهنختم ان شاء الله او هيكون قبل الختام مباراة النجم دي هتكون مباراة مهمة جدا جدا، لكن زي ما احنا متعودين مش عايزين نفكر في مباراة قبل المباراة الأولى والثانية. بلاتينيوم رايح جاي، مباراة بست نقاط أو لقاءين بست نقاط، أعتقد أن هي مباراة مهمة جدا هتفرق كتير في مشوار الصدارة مفيش شك، ومحدش أبدا يختلف على أن المباريات الأفريقية أكيد بيكون ليها طابع خاص وطعم خاص في الانتصارات وفي المواجهات. بره ملعبنا أكيد طبعا بيكون عندنا شوية عايزين نبدأ زي ما مستر فايلر عودنا أن احنا نكسب بره ملعبنا في أولى لقاءاته الأفريقية في الأدوار التمهيدية، عايزين نكمل بنفس السيناريو، لكن مباراة النجم دي مش عايزين نتكلم عليها ونفضل نعيد ونزيد، لكن زي ما حضراتكم عارفين هي مباراة الأهلي خسرها بفعل فاعل. لكن زي ما قلت لحضراتكم ماتشين بلاتينيوم ماتشين مهمين جدا جدا لازم يتاخدوا كده باكج واحد أو يعني على بعضهم علشان نعرف نركز فيهم والست نقاط ما يخرجوش بره جيب النادي الأهلي. فعشان كده بقول لحضراتكم مباراة مهمة، طبعا مباراة مهمة، واللي يأكد كلامي زيارة النجمة الأسطورة رئيس النادي الأهلي العائد من السفر بعد رحلة علاج تقريبا استغرقت 12 يوم، الكابتن محمود الخطيب اللي نور ملعب مختار التتش، ومفيش شك ان كل اللعيبة كانت مبسوطة جدا جدا بزيارة الكابتن محمود الخطيب. احنا بنتكلم كده علشان يعني نوضح لحضراتكم دور المباراة ودور الكابتن محمود الخطيب بعد ما وصل بساعات قليلة وبأيام قليلة جدا توجه مباشرة إلى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ده من ضمن حاجات كتيرة جدا، لكن احنا بنتكلم على المباراة فبنتكلم على الكابتن محمود وزيارته لفريق كرة القدم. لكن هو أكيد طبعا حصل اجتماعات وحصل اتفاقيات وحصل حاجات كتيرة جدا جدا جدا، كابتن محمود الخطيب كان حريص على أنه يحضرها كلها وفي نفس الوقت يشوف كل الاحتياجات المطلوبة منه خلال الفترة السابقة، لكن طبعا كل أعضاء مجلس الإدارة شغالين على أعلى مستوى، لكن كونه كأسطورة واحد من أفضل لاعبي كرة القدم اللي مرت في تاريخ النادي الأهلي ومصر وأفريقيا دوره مهم جدا جدا أنه يكون موجود مع شباب النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي وأشبال النادي الأهلي اللي كانوا موجودين واتمرنوا واستعدوا للمباراة الأفريقية القادمة. كابتن خطيب زي ما حضراتكم عارفين دوره مهم جدا، بيحمس اللعيبة وبيحفزهم علشان خاطر يقول لهم إن المباراة الأفريقية اللي جاية مهمة زيها زي المباراة النهائية، ما عندناش في الأهلي مباراة قوية، ما عندناش في الأهلي مباراة ضعيفة، كل الماتشات في النادي الأهلي كلها قوية جدا علشان كده بنستعد ليها على أتم استعداد. دور وحرصه أنه هو يسلم على مستر فايلر والجهاز الفني وأن هو ينقل لهم الروح الجميلة اللي موجودة واللي دايما متعودين عليها ما بين النادي الأهلي كمجلس إدارة أو إدارة أو جهاز فني أو لعيبة، علشان الدور اللي ده يتناقل بين اللعيبة بينها وبين بعضها، وفي نفس الوقت كمان اللعيبة تحس أنها مباراة مهمة. أعتقد زيارة الكابتن محمود الخطيب في الوقت ده مهمة جدا جدا لأسباب كثيرة جدا، إحنا نكمل انتصاراتنا وفي نفس الوقت
نكمل المستوى الطيب اللي النادي الاهلي بيقدمه. طيب ده بالنسبه لزياره الكابتن محمود الخطيب، وزي ما حضراتكم شايفين بعض اللقطات من التدريبات. هنروح لبعض الاخبار اللي موجوده معانا علشان نتابع كل اخبار النادي الاهلي بشكل عام. والخبر الاول وهو ان الكابتن طارق التايب يزور النادي الاهلي ويطلب مشاركه النادي الاهلي في مهرجان اعتزاله، وكالعاده النادي الاهلي او نادي القرن الافريقي يرحب بالمبادره. ما فيش شك ان كابتن طارق التايب واحد من ابرز المواهب الليبيه اللي كانت موجوده في الملاعب العربيه، سواء الملاعب الافريقيه او الملاعب الاسيويه، واحد من اللعيبه المحترمه جدا جدا جدا. اكيد طبعا ما كتبش النصيب ان هو يكون من ضمن لاعبي النادي الاهلي، لكن يعني الختام مسك، ومباراه اعتزاله مع النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتكون مع فريق الهلال السعودي، وهيتم تنسيق وترتيب المباراه وفقا للارتباطات الرسميه خلال المرحله المقبله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، يعني صوره تذكاريه بتيشيرت النادي الاهلي ردا على زياره طارق التايب وطلبه من النادي الاهلي على ان النادي الاهلي يشارك في مباراه اعتزاله. وفي نفس الوقت طبعا يعني اي حد او اي اخ عربي من اي دوله شقيقه اكيد بيطلب الطلب الكبير ده من النادي الاهلي. مفيش شك ان الاهلي دايما لا يتاخر عن حد ولا عن النجوم العربيه ولا عن اي لاعب، يقدر ويعرف قيمه النادي الاهلي كويس جدا. طبعا المباراه زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله هتكون وفقا للارتباطات الرسميه القادمه. الكابتن سيد عرض الامر على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والكابتن بيبو رحب بمشاركه الاهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي في اطار العلاقات الوطيده التي تربط بين الاهلي وكل اشقائه العرب ونجومها على مدار الاجيال، وان المباراه هتقام في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. وتقديرا لمبادره الكريمه من المستشار تركي الشيخ رئيس هيئه الترفيه بالمملكه، واللي هيقوم برعايه المهرجان، والامر اللي بيعكس علاقه التاخي والمحبه بين الشعبين، الشعب السعودي والشعب المصري. وعقب موافقه الكابتن محمود الخطيب جرى نقاش ما بين الكابتن سيد ومستر ريني فايلر، واللي ايضا هو كمان وافق على مشاركه النادي الاهلي في اعتزال او مهرجان اعتزال الكابتن طارق التايب، احد اهم اللاعبين اللي جم في ليبيا وفي القاره الافريقيه وايضا في الملاعب الاسيويه. لكن زي ما قلت لحضراتكم هيتم ترتيب المباراه على حسب الاجنده الدوليه القادمه او الاجنده الدوليه وايضا المواعيد المحليه القادمه ما بين الاتحاد المصري والكابتن طارق التايب وايضا فريق الهلال السعودي. في الاخر طبعا الكابتن طارق التايب وجه الشكر للكابتن محمود الخطيب ولمجلس اداره النادي الاهلي وللنادي الاهلي بشكل عام على استجابته للدعوه الكريمه اللي وجهها للنادي الاهلي علشان يكون طرف تاني من الفرق اللي ان شاء الله هتكون موجوده في مهرجان اعتزاله. اختياره للنادي الاهلي اعتقد ان هو جه في محله، وفي نفس الوقت النادي الاهلي شرف كبير جدا لاي نادي ولاي لاعب ان هو يكون موجود في مهرجان اعتزاله. وحدث ولا حرج عن وجود النادي الاهلي في اي مكان، ازاي بيتقل المكان اللي بيكون موجود فيه. النادي الاهلي بيوقع عقود فرع البنك الاهلي بالشيخ زايد طبعا، ده من ضمن الاخبار اللي طبعا كنا هنقول لحضراتكم عليها. وحمدي فتحي عشان بس نطمنكم عليه، وهنتابع اكتر مع الاستاذ ايهاب الخطيب، انه خلاص بيستعد للسفر الى المانيا علشان يخوض المرحله الثانيه من المراحل التاهيليه اللي ان شاء الله هتعيده بالسلامه الى الملاعب مره اخرى. واحد من اهم اللعيبه اللي جم في نص الملعب في النادي الاهلي في السنوات الاخيره، لاعب عنده مستقبل كبير، لكن للاسف العين جت فيه وقدر الله ما شاء فعل ان هي جت على قد كده. ربنا يشفيك ويعافيك يا حمدي ان شاء الله وترجع بألف مليون سلامه. هنروح لفاصل علشان نستقبل الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير والزميل العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير والزميل العزيز اللي دايما بتشرف بوجوده في اي مكان بيكون موجود فيه، هو اضافه كبيره جدا لاي مكان ايضا بيكون موجود فيه،
مصداقيته ورأيه في كل القضايا اللي موجودة في الشارع الرياضي مهمة جدا لكل جمهور الكورة، وهو الأستاذ إيهاب الخطيب. برحب بيك أستاذ إيهاب. أهلا بك كابتن عمر، مبسوط أني موجود معاك وبشكرك على المقدمة، إن شاء الله تكون حلقة سعيدة إن شاء الله. أستاذ إيهاب طبعا حابب أبدأ معاك من خبر ليه علاقة بواحد من نجومنا المصريين اللي محترفين حاليا في الدوري التركي، وان بعض التقارير قالت ان اقتراب محمد النني الى نادي اي سي ميلان الايطالي. تعليق حضرتك على انتقال محمد. في خلال 48 ساعة هيتم الاعلان الرسمي على انتقال النني للدوري الايطالي، خلاص حاجات بسيطة كده في بعض الارتباطات المالية. محمد النني لعيب ظلم واتظلم. تمام. محمد النني لعيب مميز جدا. أكبر غلطة عملها في نفسه أن قبل أن يقعد شوية على مقاعد البدلاء في أرسنال، رغم الناس تقول لك إيه أرسنال ومش مهم والقعدة، عارف أنت آراء الجماهيرية اللي دايما تقول لك إيه أنت موجود في دايرة إن شاء الله لو آخر واحد فيها، بس أهم حاجة تبقى جوه الدايرة. ملهاش لازمة الدايرة لو أنت ما بتشاركش فيها، ملهاش لازمة الدايرة لو هي بتقلل منك. وده اللي حصل. تفكيره أنا كنت أتمنى أن هو يروح إيطاليا من الأول. إيطاليا ما تزال أقوى مدرسة كروية لإعادة نهج اللعب على التراك المفضل، بمعنى أن محمد صلاح لما راح تشيلسي وما ظهرش بالشكل اللي الناس كانت مستنياه والناس شككت فيه، عمل مجهود كبير جدا، لكن خدم المجهود ده أنه اختار القرار الأفضل أنه يلعب في الدوري الإيطالي. والثقل الكبير اللي حصل لمحمد صلاح والثقة الكبيرة في الدوري الإيطالي والشغل الخططي اللي كان بينقص محمد صلاح اللي اتطور جدا معاه، ده اللي حصل مع صلاح. النني راح بشكتاش والناس اتكلمت، راح الدوري التركي والناس اتكلمت على ان النني خلاص كده بينتهي، ان النني خلاص كده بيقل، ان النني خلاص مش هو النني. لا، محمد النني خد خطوه كويسه رغم البدايه والمشاركه في الدوري التركي والطرد و لا رجع بالمستوى الافضل. خطوه الدوري الايطالي دي لو تمت ان شاء الله زي ما قلت خلال 48 ساعه اللي جايه، لا محمد النني هيبقى في حته تانية، لانه يستحق انه يكون في حته تانية، لان هو مظلوم جدا في الكره المصريه، ودايما الناس تقول لك هو النني بيعمل ايه في منتخب مصر، هو النني بيأدي ازاي، هو كورته مش عارف ايه. صح، ده حقيقي. ففي لعيب كده يأدي بس ما بقاش عاجب الناس. الناس كانت مستكتره على النني ان هو بيلعب في الارسنال، الناس مستكتره في على النني ان هو في الدوري الانجليزي، لما راح الدوري التركي ايوه هو بس مش عارف ايه، او رايح ان شاء الله الدوري الايطالي. فالنني عنده قدرات كويسة، ظلم نفسه لما قعد في أرسنال الاحتياطي كتير وده أثر على مستواه، اتظلم لما الناس قعدت تحكم على مستواه بحكم مهام والبوزيشن بتاعه في الملعب أو وضعيته في الملعب أو مركزه في الملعب، خلى الناس تعكس عمر وتتكلم عليه بشكل لا يليق بمستوى النني. والنني بقى الفترة الجاية عليه بقى انه يرد بقوة ان شاء الله لما يروح الدوري الايطالي. زيارة الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي قبل مباراة بلاتينيوم القادمة ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، المباراة الثالثة، الاهلي بيسعى للفوز الثاني. في نفس الوقت يا استاذ ايهاب الجمهور مفتكر او شايف ان هي مباراة ممكن تكون سهلة، لكن زيارة الكابتن محمود الخطيب اكيد حضرتك شايفها من عدة جوانب، اهمها ان هو بيقول لهم ان المباراه اللي جايه لا تقل اهميه عن اي مباراه افريقيه، فوز الثامن على التوالي في بطوله الدوري المصري الممتاز، ختام 2019 متصدر بطوله الدوري، حاجات كتيره جدا. حضرتك ممكن بقى تقول لي المشهد قبل المباراه الافريقيه اللي تمام جاي. كابتن عمر الحمد لله على سلامه الكابتن محمود الخطيب، يمكن بعد وصوله بساعات بيتوجه لملعب مختار التتش بيشوف المران. يعني كفايه الصوره اللي بين اللعيبه وبين الكابتن محمود الخطيب وهم واقفين حواليه وبيضحكوا، اذا كان فيها الشيخ، اذا كان فيها كهربا، اذا كان فيها فايلر هو بيسلم عليه، اذا كانت قعدته جنب سيد، اذا كان فتحي، اذا كان سعد. دي الصور كلها اللي شفناها النهارده في المران، وادي قدامنا كمان فيديوهات قناه الاهلي الخاصه. فدي في حاله حلوه وحاله مميزه بين الكابتن محمود الخطيب وبين لعيبه النادي الاهلي، وحاله من الابتسامه. السما دي بتفرق كتير جدا. صح. جدا جدا، وبتدي ثقه بشكل كبير جدا. لكن خلينا اكون واضح معاك، النهارده كان وجود الكابتن محمود الخطيب ليه اكتر من حاجه ايجابيه وليه اكتر من هدف. الهدف الاول زي ما انت بتقول التاكيد على اهميه البطوله الافريقيه واهميه العوده مره اخرى للتتويج. وعايز اقول لك ان البطوله الافريقيه صعبه جدا جدا السنه دي، وان بلاتينيوم من الفرق اللي قد تكون مستواها الفني اقل من فرق المجموعه، لكن بعد وجود فوز النجم على بلاتينيوم في ملعب بلاتينيوم ده صعب عليك المهمه جدا. طبعا. انت مباراتين بلاتينيوم دول
لازم ان شاء الله تقدر تقتنص فيهم ست نقاط. ومع ذلك مباراه السبت مباراه مش سهله جدا خالص، ولا سهله ولا فرقه ضعيفه، لا فنيا الاهلي اعلى على الورق، يقدر يشتغل اكتر، واثقين في فوز النادي الاهلي. لكن الضغوط اللي في الفتره اللي فاتت يا كابتن عمر على الفرقه ضغوط كبيره جدا، ضغوط المباريات وضغوط الاصابات، ودي اللي بتخلي المباراه صعبه. ولان انت ماشي في الدوري بشكل يعني نمسك الخشب رائع جدا ومميز جدا، بس بتدفع ضريبه ده ومن ضغط المباريات باصابه بعض اللاعبين وبعض الامور عندك بتقل، بتخسر لاعب كبير جدا زي رمضان صبحي. يعني خساره رمضان صبحي واصابته طبعا قدر الله مش عارف افعل، لكنها اصابه فنيه كبيره جدا. ومع ذلك الاهلي لا يتاثر بالشكل الكبير على غياب افضل لاعبيه. رمضان صبحي من افضل اللعيبه اللي موجوده زي وزي اللعيبه، لكن في الاخر فريق جماعي ما بيقفش على لاعب بشكل معين، وبالتالي اصابه رمضان او اصابه اي لاعب ربما بتربك حسابات فايلر شويه وبتاثر. لكن مع المشاركه في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، وبالتالي انت عايز تادي بشكل كويس هنا وهنا، انت ما بترضاش عايز تبقى رقم واحد هنا ورقم واحد هنا. البطوله الافريقيه صعبه، القوه في الدوري والاصابات اللي بتحصل في الدوري والمشاكل اللي بتحصل من ضغط المباريات هتبقى هي العائق الاول للاهلي في البطوله الافريقيه، فان شاء الله الامور تمشي بالشكل الافضل في البطوله الافريقيه. الى اي مدى مستر فايلر وصل في دراسته للكره الافريقيه ودوري ابطال افريقيا وصل ليها؟ وهل حضرتك شايف ان مستر فايلر لسه عنده يعني شغل في افريقيا علشان يقدر ان هو يعني يستعيد مع النادي الاهلي البطوله رقم 9 في دوري ابطال افريقيا، ولا الموضوع بالنسبه له لسه بيستكشف الادغال؟ بص يا عمر، احنا في حاجه خلينا نتكلم بقى بالشكل الاحترافي الاكتر. انت راجل لعبت كوره وفاهم الكوره في العالم كله مدوره، قوانينها واحده، لوائحها واحده، ملعبها واحد، فبالتالي الفكر الكروي والفني ما بيختلفش. بص احنا عندنا بعض المانشيتات كده والعبارات اللي هي مثلا يقول لك الامطار والارتفاع والحراره، مشكله افريقيا في الانتقال والملاعب، بعض الملاعب السيئه. واذا كنا يعني التحكيم ده قصه هتنتهي، خلي بالك قصه التحكيم ده هتنتهي، انما برضه من العناوين الثابته انك لو لعبت اي فرقه تونسيه مع الاحترام خلي بالك من التحكيم. اي فرقه تونسيه، وبعد اللي حصل طبعا مع الوداد والترجي كانت علامات استفهام قلنا انتهت، لا لقيناها كمان بتتجدد في بعض المباريات. لكن انا بقول لك القصه دي هيبقى فيها حاله من الانقلاب والتعديل في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا في الفتره الجايه، في تعديل منظومه التحكيم بشكل كبير على المستوى الفني. هي كرة قدم سواء كان في أفريقيا في أوروبا، وبالتالي الأمور متساوية. فايلر عنده خبرات كويسة، وهو قدراته كمدير فني بيشوف بشكل كويس بيأدي. اللي هيعيق فايلر لو حصل أي حاجة هو ضغط المباريات، بعض الإصابات، أوراقك ما تبقاش جاهزة، أحيانا بقى فيه توفيق وعدم توفيق. فايلر بشكل رائع جدا قال كرة القدم لا تعرف المكسب دائما، في ماتشات هتلاقي فيها هزيمه، في ماتشات هتلاقي فيها تعادل. الناس لما سمعت الجماهير التصريح ده قالوا الراجل قلقان من ايه؟ او لا، الراجل اتكلم في ماهيه كره القدم واتكلم عادي جدا، واتكلم وقال يا جماعه ان مش كل حاجه بتمشي مكسب، كره القدم مش مكسب على طول، يا سلام لو بقت مكسب على طول، انما كره القدم في احيان بقى في تعادل، في احيان بيبقى في تاخر وهزيمه، وفي احيان بيبقى في مكسب. لكن في بعض المباريات يا عمر اللي وقف فيها فايلر قدام نفسه، المباراة الأولى مباراة النجم واللي حصل فيها الهزيمة وطريقة النجم اللي لعب بيها، المباراة الثانية مباراة حرس الحدود، المباراتين دول خلوا تفكير فايلر يختلف، ودايما يشتغل على ازاي اقدر اشتغل على فرقة واحرز اهداف لما بتكون فرقة بتلعب زوم ديفنس بالكامل، وده ظهر في الماتشات اللي بعد كده. طب النقطة دي يا استاذ ايهاب هل هي عامل ايجابي ولا عامل سلبي قبل ماتش مهم افريقي انك تفوز في مباريات الدوري بنتائج كبيرة، بتفوز 4 للاتحاد، بتفوز بنتائج كبيرة، بتفوز على منافسين أقوياء، 8 مكسب في الدوري بدون تعادل بدون هزيمة، هل حضرتك شايف أو حضرتك مع إن الفوز بأريحية هل ده ممكن يشيل الضغوطات شوية من على لاعبي النادي الأهلي والمدير الفني، ولا ده بيزيد من الضغوطات على إنهم يحققوا نفس السكور ونفس المستوى اللي بيأدوا فيه ببطولة الدوري؟ طب هنفصل هنا عمر بين المستوى المحلي والمستوى الأفريقي، لأن في جاب بين الاتنين عشان نبقى إحنا واضحين. تمام. وان اللي بيحصل في الدوري المحلي مختلف تماما عن البطوله الافريقيه. الحاجه الثانيه ان مستر فايلر نفسه غير راضي عن الاداء التهديفي لفريق النادي الاهلي، يعني شايف ان في عدد من الفرص بيضيع. ناس يقول لك ضربات وثلاثات والاهلي راكب ومعدل تهديفي عالي، لا
الراجل شايف ان مازال في بعض الاخطاء واضاعت بعض الفرص، لو تم استثمارها بشكل افضل هيبقى المعدل افضل من كده. يعني هو المعدل ده مش بسطه خالص، ولا وصل انت شوف انت بتضحك ازاي، ولا وصل للمرحله اللي هو عايزها. يعني هو يعني يعني راجل بيقول لك طب ما انا بروح بضيع ثلاث اربع فرص، بضيع خمسه، بضيع سته في الماتش، بجيب ثلاثه، بجيب اربعه، طب ليه ما ضيعش اثنين واجيب السته؟ يعني هو الراجل بيشتغل، وده فكر كويس. طالما بتروح لازم تسجل، وكل ما تقلل الفرص الضايعه دي حاجه كويسه جدا. انا بقول ده التوفيق اللي بيبقى موجود. الحاجه المهمه هو الراجل متاكد تماما وعارف، اول ما تعاقد مع النادي الاهلي كلام لجنه التخطيط قعدت معاه، كابتن سيد عبد الحفيظ قعد معاه واتكلموا، كان الكلام واضح جدا ان البطوله المحليه مهمه، وبطوله الدوري طبعا هي بطوله الاهلي المحببه، ولكن البطوله اللي وحشه جماهير النادي الاهلي واللي الاهلي بيسعى عليها الفتره اللي فاتت هي البطوله الافريقيه. فده الضغط اللي ممكن يكون عند الراجل نفسه، لكن اللعيبه واخده ثقه كبيره جدا، اللعيبه بتادي بشكل كبير جدا، اللعيبه عندها روح رائعه جدا في المباريات اللي فاتت، بتادي بشكل كويس جدا. هم نفسهم في وجودهم في الشارع وتعاملهم مع الجماهير ومع نفسهم حتى، لان هذا الجيل جيل جديد. مازال النادي الاهلي بيعمل جيل قد يكون لم يكتمل حتى الان. بتدخل يناير بتدعم، هتروح اول السنه الجايه هتدعم، لكن انت الفرقه دي لسه الاهلي بيبدا بجيل جديد. رغم كل الناس قالت الفرقه كده بقت كويسه وادائها بقى كويس و لا، انا بقول لك ان لجنه التخطيط مع مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب في دماغهم حاجات كبيره لسه جايه، ولكن انت عندك التزامات بتمشي معاها خطوه خطوه. انت جيت في التزامات الشتاء، شفت فرقتك عايزه ايه، بتدعم وفقا لرؤيه الجهاز الفني مع لجنه التخطيط. انت اول السيزون الجاي مش بتستنى لما السيزون يدخل عليك، انت من دلوقتي عارف بتعمل ايه وهتعمل ايه مع بدايه السيزون علشان تكمل الفرقه اللي انت بتحلم بيها انها تكون فرقه متكامله، وان شاء الله الفتره اللي جايه الاهلي يستطيع انه يخلي فرقته فرقه متكامله. طيب يعني عايز اروح مع حضرتك لجزء، حضرتك فصلت بطوله افريقيا عن بطوله الدوري وقلت لي المستويات مختلفه جدا، ولازم نفصل. طيب المباراه الاولى امام النجم الساحلي الاهلي خسرها بفعل فاعل، اعتقد ان حضرتك تتفق معايا في هذه النقطه، لكن هل فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني هل هي انطلاقه الاهلي الحقيقيه في بطوله دوري ابطال افريقيا والبحث عن البطوله رقم 9، ولا حضرتك لسه مستر فايلر ما لقاش الانطلاقه الجيده اللي يقدر ان هو من خلالها ينقض على البطوله؟ شوف التاهل من المجموعه والتاهل ان شاء الله بترتيب مميز، وهو يعني ان شاء الله اول المجموعه دي هتبقى الانطلاقه، اول المجموعه الافريقيه والتاهل ده بالنسبه لمستر فايلر الانطلاقه، دي هتبقى الانطلاقه. ليه بقى؟ لان طبعا الاول بقى ليه مميزات كتيره جدا كمان في المباريات المقبله، فضلا عن كده انك انت محتاج تاخد ثقه اكتر قدام النجم، وطبعا بعد مباراتين بلاتينيوم، علشان المباراه الاخيره برضو هتبقى مع الهلال في الهلال، وملعب الهلال ملعب صعب، ملعب الهلال ملعب صعب طبعا، فبالتالي المباريات وجود الكابتن حماده ايضا كمان ان هو عارف مظبوط يعني منافس الاهلي وعارف مدرب رائع جدا طبعًا. ومكسب للهلال، والهلال بيني وبينك في 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 مباراه يعني القاهره ما ظهرش بالهلال اللي معروف عنه، رغم انه احرز هدف في اخر المباراه والاهلي اضعف المباراه كتير جدا، لكن مش هو ده الهلال. الهلال عنده كره احسن من كده، كمان الهلال على ملعبه مختلف تماما عن المشهد اللي احنا شفناه، وبالتالي مباراتي بلاتينيوم لا بديل عن المكسب للنادي الاهلي في المباراتين، ثم مباراه النجم النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله انه يكسب بشكل جيد. وكل مباراه لازم نراعي ان ليها ظروفها، كل مباراه ليها ظروفها، بيبقى ناقصك مين، بيبقى داخل معاك مين، المنافس اللي قدامك جاي كامل ولا ناقص عدد من اللعيبه. شفنا احنا النجم اللي هو المنافس الحقيقي معاك في المجموعه على ملعبه ما اتكسفش، بيلعب زوم ديفنس مقفل خالص، كان بيحاول يلعب على واحده جت معاه واحده الحكم ساعده فيها، ولكن في الاخر نتيجه المباراه خرجت بالشكل اللي ما مشيتش عليه، لكن خلاص يعني انت خلاص حسابتك، انت فقدت النقاط الثلاثه، فعشان كده لازم تعوض. يبقى مباراتين بلاتينيوم اللي جايين دول مهمين جدا، ثم بعدها مباراه النجم، علشان المباراه الاخيره لازم تكون حسمت التاهل. ممكن تبقى بتدور على المركز ده اللي احنا بنتكلم فيه، انما ان شاء الله تكون حسمت التاهل، ويا سلام كمان لما تبقى بتتاهل مركز اول
دي بتبقى انطلاقه وجهه نظر هتكون انطلاقتك في البطوله. الابتعاد في الصداره في بطوله الدوري الممتاز، هل ده شويه بيخلي مستر فايلر عينه على المركز الاول في بطوله افريقيا، وانه مش خايف على بطوله الدوري ومش خايف على فرق النقاط ما بينه وما بين اقرب المنافسين ايا كان مين هو؟ لما بقول لك لازم نفس العمر ببقى واخد من فكر الجهاز الفني في النادي الاهلي، فاصلين تماما بين المسابقه المحليه وبين العلامه الكامله وتحقيق جاب كبير مع اقرب المنافسين ومع المنافسين في الدوري ومنطلق بالعلامه الكامله، بس في نفس الوقت العلامه دي مش خادعه لمستر فايلر، لانه مازال عنده نقص في الفريق، مازال عنده بعض اللعيبه اللي عندها اصابات، لكنه ده بيديله برضه انه يركز بشكل كبير في البطوله الافريقيه. التركيز في البطوله الافريقيه تركيز مهم جدا، والتركيز ده بالذات لما بتقابل مشاكل، يعني انا نفسي بتخوف لما تبقى انت الفرقه اللي راح تلعبها السهل الممتنع اللي هي بلاتينيوم، الفرق اللي هي اللعيب انا ببقى قلقان من اي فرقه بتلعبها وانت حاسس انك انت داخل تكسب. بص القصه دي مش موجوده عند لعيبه الاهلي ولا موجوده عند الجهاز الفني اللي في النادي الاهلي، بيجهزوا على ان المباراه اللي انت نازل تلعبها مباراه منفصله تماما، ما بيفكروش حتى في الماتشين رايح وجاي، بيفكر في الماتش اللي قدامه. ودايما الاهلي سواء كان مع فايلر او غير فايلر بيتعامل بشكل واحد يا عمر، بالشكل بتاع دلوقتي انا عندي ايه دلوقتي. حتى ساعات بنبقى موجودين في سفريه مع النادي الاهلي وفي بطوله واحتفاليه وبتاع، تلاقي مدير الكره ايا كان، وغالبا بيبقى الفتره فاتت كابتن سيد، بيخش يقول يا جماعه هو تصريح ثابت كده سجله عليا، يطلع يقول قفلنا الصفحه وعندنا صفحه جديده، ده انت لسه واخد بطوله خلاص فرحنا في الملعب، خرجنا قفلنا خلاص لغايه ما الفرحه تكمل. وبالتالي ده فكر الجهاز الفني الموجود وفكر اللعيبه كمان اللي موجوده في النادي الاهلي، ان مباراه بلاتينيوم هي الاهم، مباراه السبت دي الى ان يتم التركيز في المباراه الخارجيه. يعني قبل ما اقفل مع حضرتك الملف الافريقي الاهلاوي بشكل عام، دورنا كاعلام ودورنا كصحفيين ونقاد ان احنا دايما نوعي الجمهور، وبالتالي وجود حضرتك معايا هنا اكيد لازم توجه كلام لجمهور الاهلي اللي هيكون موجود ان شاء الله في مباراه يوم السبت، وتقول لهم بعض النصائح اللي يخرجوا منها طبعا مبسوطين فرحانين، السلوكيات والاخلاقيات واللي منها يبدا ان هم يعودوا مره ثانيه للملاعب بالشكل الطبيعي. سؤال حلو جدا منك، ورغم ان الناس ممكن تشوف ان ده سؤال كده مجامله للجماهير او حاجه، بالعكس، اولا جماهير النادي الاهلي دايما هي اللاعب رقم واحد. اتفق معاك. الفتره اللي فاتت للاسف كان في بعض الهتافات داخل جماهير النادي الاهلي العظيمه لبعض الامور. احنا بنقول ان انت النهارده بترجع تاني بتشجع من الاخر كده وبالبلدي خالص، ما تمسكش حد غلطه عليك. صح. يعني لازم بتشجع ركز فرقتك بس، في اي حاجه بتحصل عندك مجلس اداره قوي، عندك مدير تنفيذي للنادي العميد محمد مرجان بيتدخل معاك بسرعه بيشوف امورك عايزه ايه، ضيع الفرصه على اي حد عايز يعمل لك مشكله مع ادارتك، عايز يعمل لك فتنه مع ادارتك، عايز يعمل لك فتنه مع فرقتك. انت وجودك في الملعب رايح عشان فرقتك وتشجع فرقتك، بعض الامور اللي بتحصل انت تقدر تتغلب عليها، وبيكون في متابعه في الملعب من الاداره ومن الجهات النادي، وبالتالي انت اللاعب دايما رقم واحد. واحنا شفنا في مباراه الهلال الشوط الثاني لما اللعيبه استجابت، ونزول مهم جدا للكابتن محمود الخطيب الاستجابه للجماهير اللي هتفت له ونزلها، وطبعا لما ينزل الكابتن محمود الخطيب لغايه الجماهير شفنا رد فعل الجماهير عامل ازاي، فما يبقاش كل مره انت مثلا هتنادي على الكابتن هتنادي على حد هتنادي. صح. انت لازم تركز على فرقتك ولازم تركز على دورك، انت ليك دور مهم، يعني الرساله بالظبط للجمهور، دورك زي دور اللعيب اللي في الملعب، اللعيب اللي في الملعب بيلعب وبيأدي وانت في المدرج بتهتف وبتأدي علشان توصل لنتيجه، فان شاء الله تكون الامور محلوله في الفتره الجايه، وان شاء الله تكون الجماهير، يعني انا اقول لك ان جماهير الاهلي تدينا احنا النصيحه، احنا ما اديناش النصيحه، لكن في الاخر احنا برضو بنوعي معاهم وبنقول لهم لازم تكونوا واخدين بالكم من اللي بيحصل، وكمان لازم في بعض الامور يعني في بعض الامور عشان بتتاخد بميزان، بمعنى ان انت كان عندك ماتش للنادي الاهلي في ملعب، والملعب ده هيبقى بتاعك في الفتره اللي جايه بحق الانتفاع، والامور دي بتاخد وقت عشان تتفعل، وعندك فرق منافسه بتلعب على الملعب، فلما يقعد يتقال كلام معين والفرق دي هتلعب تاني يوم، فلازم يطلع تصريح معين عشان يهدي الناس اللي فاكره ان الحاجه دي هتبقى مش معاهم، عشان لما يلعبوا معاها ما تبص، وبالتالي يبقى كله هادي، واخد بالك، يبقى كله هادي علشان الامور تمشي كده. اعتقد ان الرساله واصله تماما، وصل لجميع،
واعتقد ان جماهير النادي الاهلي تعي تماما تماما موقف فريقها وعرفت الامور ماشيه ازاي، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في المباراه المقبله. ودايما جمهور النادي الاهلي مع فرقته لاعب رقم واحد. حضرتك قلت لي من شويه على التحكيم الافريقي، اتكلمنا فيه في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه وهي خساره الاهلي بفعل فاعل في مباراه النجم، وحضرتك كملت في كلامك وقلت ان الايام اللي جايه هتشهد تغييرات كبيره جدا في منظومه التحكيم الافريقي، وده هيتم تفعيله خلال الايام اللي جايه. عايز اتكلم معاك على التحكيم الافريقي. ليه التحكيم الافريقي دايما مسكوت عليه؟ بيكون في بعض السلبيات دي مش بتتغير، وفي نفس الوقت بنلاقي الاشخاص اللي موجودين المشرفين والقائمين على منظومه التحكيم الافريقيه محتفظين بمكانهم، محتفظين بتواجدهم، وفي نفس الوقت من الاخر التحكيم الافريقي في كل العالم بنلاقي تحكيم مختلف الا افريقيا، التحكيم دايما بيكون مجامل لبعض الفرق بعينها على ملعبها. حضرتك عندك كواليس كتير عن التحكيم وعن الايام اللي جايه اللي هتشهده من تغييرات في التحكيم، مش عايز اروح معاك لتفاصيل قوي، لكن لو تقول لي كده بعض الكواليس اللي عند حضرتك. طب انا اول حاجه هقولها ودي حتى يعني ممكن تبقى مدهشه بالنسبه لك، ان احمد عجز انه يعدل المنظومه التحكيميه داخل الكاف، وان القوه اكبر منه. تخيل انت رئيس الكاف في قوه اكبر منه. سليمان اوباري اللي هو رئيس لجنه الحكام، اللي هو رئيس الاتحاد الجيبوتي، الراجل ده مقيم بشكل، ده كلام معروف يعني، مقيم بشكل كبير في تونس، ولاده بيتعلموا في تونس الامور يعني، فكان في بعض اللغط في قصه تونس. وتبقى فاطمه سموره اللي هي جايه من الاتحاد الدولي، تغير بعض الامور داخل الاتحاد الافريقي سواء اداريه او ماليه او تحكيميه. وانا بقول لك الفتره اللي فاتت حصلت اجتماعات على اوسع قاعده تحكيميه من حكام النخبه والحكام الخبرات في افريقيا، وفي بلان اتحط وهيبدا يتنفذ في الفتره الجايه. اولا لجنه الحكام هيبقى مسؤول عنها حكم، هيبقى لها استقلاليه بشكل كبير داخل الاتحاد الافريقي. هيتم منع التعامل مع بعض الحكام اللي عليهم حاله من اللغط في الفتره اللي فاتت. واضح جدا جدا برضو قصة الفار، تجربة أيوة الفار أيوة في البطولات الأفريقية دي خلاص إن شاء الله من السنة الجاية هتبقى ملزمة، لسه بياخدوا فيها قرارات تكلفتها كبيرة جدا جدا جدا. انت عملتها في بطولة الأمم الكبيرة، بطولة الشباب ما وفرتهاش، هتوفرها في البطولات اللي جاية. لكن إبعاد تقنية الفار في الفترة اللي فاتت على البطولات الأفريقية شبه كان مقصود. طيب الاتحاد الأفريقي عمر معلش عنده الإمكانيات ومش هقف على الامكانيات. ويمكن خلينا افكرك برضو لما المباراه اللي هستشهد بيها دائما يعني مباراه الترجي والوداد، والفار اتكسر قبل الماتش. خلي بالك الفار في هذه المباراه يعني بداوا المباراه معهمش فار. وانت شفت الحكم، بس الحكم مشى الدنيا وما كانش عنده مشكله. لا لا لا، الحكم راح بص على الفار وقعد يتكلم وعمل نفسه ان الفار شغال. مشى الدنيا تمام كده، يعني عارف انت المسلسل ده مسلسل درامي تركي فاشل. عارف المسلسلات التركيه الفاشله الطويله دي اللي هو اصلا يعني تبص على تبص على اللقطه تلاقي مثلا رافع المسدس عايز يقتل واحد، فتقوم تشرب شاي وتخلص وتعمل اللي انت عايزه والمسلسل يخلص، فتيجي بكره تفتح تلاقيه لسه بيقول له اقتلك ازاي. فالقصه يعني هزيله جدا 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 وممطوطه جدا جدا، لكن واضحه في الاخر وده انكشف كله. ومع الاسف لم تتم يعني اتخاذ اعتبارات في هذا الشأن، وبالتالي خلاص الامور هتعدي الفتره دي. طيب ازاي الاتحاد الافريقي هيلزم بعض الانديه المشاركه او كل الانديه المشاركه بتطبيق تقنيه الفار، مع ان في منهم في الدوريات ما بيطبقوش الفار؟ يعني في مصر هنا ما عندناش فار، وبالتالي هل حضرتك الاتحاد الافريقي هيلزم الانديه المشاركه من خلال اتحاداتها ان هي توفر لهم على ملاعبهم تقنيه الفار؟ لا. ولا ده يكون من لا اشراف وماليات واستثمار الاتحاد الافريقي في الملاعب الافريقيه؟ البطولات الافريقيه بتكسب كويس جدا تمام، والشركات اللي بتاخد حقوق الرعايه والبث في البطولات الافريقيه بتكسب جدا وبتدخل عوائد كبيره جدا. وبالتالي في حاله من التغيير هتحصل في الفتره الجايه بعد قصه لاجاردير والامور اللي حصلت فيها، ومين اللي هيبدا ياخد العطاء كبير جدا جدا والتورته الكبيره بتاعت البطولات الافريقيه. وبالتالي من سيتم اسناد له هذه المهمه هيكون هو اللي عليه الدور في توفير التقنيه الفار من خلال الاتحاد الافريقي. دي هتبقى بعيده خالص عمر عن الاتحادات
المحليه والاتحادات الاهليه هتكون تابعه للاتحاد الافريقي نفسه مع الرعاه بتوعه اللي هيجي ياخدوا حقوق البث التلفزيوني، هم دول اللي هيقدروا يوفروا هذه التقنيات وهتبقى من ضمن الديل. طيب حضرتك دلوقتي مثلا دوله مش موجود فيها فار كويس، مشاركه في دوري ابطال افريقيا كويس، ازاي التنسيق هيكون بين الاتحاد الافريقي وبين الفريق اللي هيلعب على ملعبه وهو اصلا ما عندوش تقنيه الفار؟ هل قبل المباراه الاتحاد الافريقي هيبعت التيم الخاص بالفار عشان يعمل استعداداته من خلال غرفه الفار وغرفه التحكيم، ولا ايه اللي هيحصل؟ عشان انا يعني هشرحها لك سريعه برضه عشان برضه المشاهدين يشوفوها. بطوله افريقيا الكبار كان في فار ولا لا؟ ما حدش شاف الفار كان فيها، بس من ادوار محدده كويس، بس كان فيها طبعا. طيب 90% عايز اقول لك 100% من فرق افريقيا كلها ما فيهاش فار ساعه البطوله دي، لا الدوري المصري ولا الدوري الجزائري ولا اي دوري، ولا الدوري الكاميروني ولا الدوري السنغالي، وبالتالي تم تطبيق الفار فين؟ في البطوله عليهم. تمام، لان انت هنا بتتعامل، ما بتتعاملش، اللعيب ملوش دور ولا الاجهزه الفنيه ولا الاتحادات، اللي ليه دور هي الحكام المؤهله قاريا للتحكيم الافريقي، بمعنى الحكام الدوليين. احنا عندنا مثلا هنا، طيب مصر لما لعبت في كاس العالم تم تطبيق قصه الفار ولا لا؟ تم التطبيق. طيب احنا لعبتنا عندنا في الدوري فار؟ لا ما عندناش. ساعتها حتى الدوري الانجليزي ما كانش فيه فار ومحمد صلاح كان موجود، والفار في الدوري الانجليزي بيتطبق بشكل مختلف تماما عن اللي موجود في بعض الدوريات. الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان تقنيه الفار بتخضع للامكانيات المحدده للتعامل معها، بمعنى كده ان تقنيه الفار بتخضع على الحكام عمر، الحكام الدوليين. صح. انت هنا في مصر تقريبا عندنا حكمين بس اللي هم متدربين على قصه الفار، جهاد جريشه واحد المساعدين بس، هم دول اللي اتدربوا، اللي كان موجود في كاس عالم انديه، هم دول اللي اتدربوا على تقنيه الفار. فالاتحاد الافريقي بيدرب حكامه اللي بيحكموا في بطولاته على قصه الفار، فكده بتبقى قصه منتهيه خالص منه فيه. هو بيخلص القصه على هذا الاساس. حاجة تانية إن أنت مثلا هنا لما تيجي تطبق الفار في مصر هتبقى أنت بتدرب الحكام برضو بتوعك وتشوفهم مؤهلين وتعلمهم على قصة، وهل هتتعامل بفكر الدوري الإنجليزي إن الحكم يقف يطلب المشورة لغاية ما تقول له في ودانه من غير ما يروح، ولا أنت هتعمل له شاشة يتفرج عليها؟ عارف حضرتك الدوري الإنجليزي القرار من الحكم بعد ما الفار يقول له، والحكم ليه حريه الاختيار. طبعا. الدوري الاسباني القرار لغرفه الفار مش لحكم الساحه. بالظبط. الدوري الايطالي الحكم بيجري على تقنيه الفار علشان هو يقرر، هو اللي يقرر. فلو حضرتك خيرتك بين الثلاثه تحب في الدوري المصري يطبق انهي واحده؟ انا احب يبقى حكم الملعب. أيوة. هو اللي معاه القرار بعد ما يشوف، وخلي بالك هو بيرجع، هم بيقولوا له يعني في الحاله دي بيتم التشاور معاه وبيقولوا له احنا شايفين كذا. كويس، فانت ليك الحق. دي شكليا هتبقى كويسه بس يبقى فيها اخطاء. يبقى فيها اخطاء برضو. طب هنجيب ايه اكتر من الفار؟ ما انا هقول لك، لا هتبقى فيها اخطاء، وده حصل في الدوري الانجليزي، حصل فيه اخطاء. لا الانجليزي كوارث، الحكم ما بيكونش مقتنع عشان مش شايف، مش شايف. وفي نفس الوقت بيبقى الغرفه اللي موجوده ساعات بتبقى غرفه واحده على 3 4 مباريات في وقت واحد. صح. فبالتالي انا عايز اقول لك ان في ماتشات انا بحس ان حصل سرحان جوه غرفه الفار. يعني بقول ازاي هم مش واخدين بالهم من القصه دي؟ ده في الدوري الانجليزي. بس الامور بتمشي يا استاذ ايهاب، الامور بتمشي، بس برضه مشاكل بتبقى انت اسمك طبقت فار وما حققتش عداله. صح. فهنا بقف عندها وجهه نظر انا، ان لو طبق الفار في مصر يتطبق بكذا، يعني بكذا سياسه لغايه ما نوصل للسياسه النهائيه. اول سياسه انك لما تيجي تطبق الفار هتجيب الحكام اللي لسه معتزلين اللي هم عندهم خبره دوليه، ما هو احنا بنعمل عكس، بتقعد الحكم اللي اقل خبره على الفار والحكم الاعلى في الملعب، فلما كده كده الحكم اللي في الملعب شايف نفسه اللي هو اعلى من اللي قاعد في الفار، فيقول لك وريني وعد لي، ويقول له بس انا شايف كذا، اقول له استناني لما اشوف، فيفضل يعيدها له. واحيانا التلفزيون نفسه بيعيد لك اعاده بتشوفها، فانت بتشوف الحكم نفسه شايف على اعاده مختلفه في الفار ما تبينلوش اللعبه اللي هو بيشتغل عليها. فعشان نتكلم، هتعمل فار، هيبقى اهم حاجه في تقنيه الفار ودي وفقا لشركات معينه اللي بتتعامل مع الفار، التصوير التلفزيوني. واحد التصوير التلفزيوني، اثنين التصوير التلفزيوني، ثلاثه التصوير التلفزيوني، دول اهم حاجه، وضع الكاميرات وترتيبهم بتقنيه اعلى واستخدام اكبر عدد من الكاميرات، لان الفار ممكن تشتغل عليه باقل حاجه 8 كاميرات، 12 كاميرا، 16 كاميرا، وكل ما تزود خير. فادي كل حسبة يا عمر من الحسبة دي بفلوس. صح. كل كاميرا بفلوس. طيب العربيات اللي بتشتغل عليها او التقنية اللي بتشتغل عليها خلاص دلوقتي بقى فيه سيستم متحرك. يعني ايه؟ في عربية زي عربية الإذاعة الخارجية
فيها السيستم انت هتلعب فين؟ هلعب في استاد السلام، العربية على استاد السلام، هتلعب فين؟ في استاد القاهرة، العربية على استاد القاهرة. انت مش محتاج تعمل سيستم في كل استاد، انت محتاج العربية دي بتتحرك وبتشتغل، فانت ممكن تشتغل على النظام ده. انما وجهة نظر عشان تطبق فار ناجح في مصر، هتجيب الحكام مثلا الكابتن سمير محمود عثمان، الحكام اللي على هذه الشكل اللي لسه معتزلين ومتابعين وعندهم خبرات كبيرة، يبقى ده اللي قاعد على الفار جوه. والحكم اللي في الملعب هو بيقف يقول يا جماعة دي ايه؟ يرد عليه اللي جوه، اللي فاهم، اللي هادي، اللي الماتش مش مأثر عليه، اللي شايف الكرة بالراحة وبيشوفها مرة واثنين وتلاتة. يعفي الحكم اللي في الملعب عن التمسك برأيه حتى لو كان غلط، ويبدأ ياخده لمرحلة الأمان لما يحصل ثقة بين الطرفين، الحكم اللي في الملعب والحكم اللي في الفار، عشان دول ممكن يغرقوا بعض. لما يحصل ثقة بينهم ندي الحكم اللي في الملعب الخبرة لما ياخدها. إنما أنا عشان أجيب حكم لسه بديله خبرات وأقول له يلا اتكل على الله واديله الفرصة على الهوا وأقول له اتفضل والناس تفضل تصفر وتعمل، الحكم بقى رايح يعمل كده. صح كده، رايح على الفار يقول يا رب استرها واعيد لي تاني وهات لي الناحية دي. حلو حلو. من ظن أن الفار يقلل متعة كرة القدم أنا بقول له شكرا، الفار زود المتعة ما قللهاش. ودي كانت مقولة شهيرة لبلاتر، عشان بلاتر ده كان عم الفساد في العالم الرياضي، فقال لك إيه هنأجل الفار شوية عشان ده هيقلل. كده كانت جملته عمر صالح، هيقلل متعة كرة القدم. فده كان تصريح بصراحة مش مفهوم، لكن لما تطبق الفار وشفنا الفار، وديك انت بتقول واحنا بنثبت معاك ان الدوري الانجليزي نفسه الناس اللي اخترعت كرة القدم. ده مرة يا استاذ ايهاب الفار قال في الدوري الانجليزي هدف، الحكم قال لك مش هدف. انا مش عارف ازاي. خلاص يعني الفار قال مش عشان هدف، عشان انت مديله او السلطة اللي ياخد القرار. تمام، فاللي انت مديله السلطة هو اللي بياخد القرار في الاخر. لكن انا بقول لك لازم تطبق واحده واحده. وانا قصه تطبيق الفار في الدوري الانجليزي ما بتعجبنيش تماما. اكبر فكره بتعجبني ان اللي قاعد على الفار هو اللي ياخد القرار، بس انت لما تختار المجموعه اللي بتقعد على الفار وبتاخد قرار تتعامل مع مباراه واحده، مش اكتر من مباراه، من مباراه واحده على فار واحد او على اجهزه واحده. الحاجه الثانيه يبقى الحكم اللي بياخد القرار على الفار اكثر خبره من الحكم اللي موجود في الملعب، كده الدنيا هتمشي افضل. وانا اتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم في تطور كبير جدا للأحداث في الفترة الأخيرة يا أستاذ إيهاب، وأكيد عند حضرتك رؤية للأحداث بشكل مختلف، وهنوصل لحد فين وإيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ طيب الاتحاد المصري أو اللجنة المؤقتة هي شغلها الشاغل دلوقتي إنها تعمل لائحة، أيوه، تنقي الدنيا، وبعدين الناس جايين فترة وماشيين فعايزين يتم ذكرهم بالخير، أدي واحد. تمام. ثانيا من يتعامل معاهم او بيتحرك معاهم مسخنهم بزياده، عشان ايه؟ يلا انتوا الرجاله، انتوا الابطال، خدوا قرارات. مين اللي بيسخنهم؟ يعني بقيت مذيع شاطر انت عمر. يعني كل جهه عندنا بتيجي تقعد، على فكره فرحان بيك، يعني فرحان بيك جدا والله حبيبي، ربنا بتيجي تقعد مثلا مع مجموعه، هناك مجموعتين، في مجموعه اللي بيدعمها المهندس هاني ابو ريده والاستاذ احمد مجاهد، ودول اكتر داعمين للجنه المؤقته، وهم اللي كانوا ورا ان اللجنه المؤقته دي تيجي، عشان نبقى احنا واضحين. تمام. اهم واحد بيدير في الاتحادات الرياضيه او في كره القدم تحديدا هاني ابو ريده. تمام. ومحدش يقدر ينكر فضل هاني ابو ريده على الرياضه المصريه. طبعا. عشان نبقى احنا واضحين، ولكن من حق هاني ابو ريده لما بيجي مثلا بيشفت، لما خد خطوتين لورا كان واخدهم بتركيز، وكان واخدهم وهو عارف هو بياخدهم ليه، بياخدهم يرجع لورا وشايف الصوره قدامه، ده بقى فيها فار وفيها كل حاجه، واللي جايب مجموعه محترمه، المجموعه دي بتكتب لنفسها نجاح وبتحقق اللي كان عايز المهندس هاني ابو ريده يعمله، بس هو ما كانش بيحب يزعل حد، وبالتالي هذه المجموعه هي اللي هتنفذ فكرها وفكر المهندس هاني على ارض الواقع. بمعنى ان انتخابات اتحاد الكره الفتره الجايه تبقى في شهر 9 الجاي، في جمعيه عموميه هتبقى في شهر 5 او في شهر 6. الجمعيه العموميه دي اللي هيتم فيها تعديل البنود، تعديل البنود هتبقى المفاجاه اللي هيحضر احنا الجمعيه العموميه لاتحاد الكره 254 نادي على ما اتذكر. في الجمعيه دي هتلاقيهم من 95 نادي ل 105 نادي، ما ينطبق عليه الشروط الجديده اللي تم توقيعها من خلال الانديه اللي شاركت في بطوله الدوري، وقالوا كل من لن يتخطى دور ال 64 مش هيكون عضو جماعه عموميه، وبالتالي هتطلع ثلاث ارباع 150 نادي هيبقوا بره. وهتبدا تخلص، دي بدايه اصلاح. المهندس هاني ابو ريده ورفاقه ما كانوش يقدروا يعملوا ده في الاول، هيزعلوا بقى والجمعيه وكل واحد ومراكز الشباب وكل اللي ليه صوت. ومع ذلك هيحافظ المهندس هاني ابو ريده ومجموعته على قوته
داخل اتحاد الكوره او داخل الجمعيه، لان مهما تقلص يعني كل ما تقلص عدد الجمعيه او تكبرها، مهندس هاني ابو رضا قوته واحده، بعض الاطراف الثانيه اللي قوتها بتقل وتزيد وفقا لعدد الجمعيه لما بتقل ولما بتزيد. كمان بقول لك ان المهندس هاني ابو رضا هيكون على القوائم الاولى للترشح واخد قراره بالنزول لاتحاد الكوره، وهيكون معاه قايمه بنسبه 90% جديده، وجوه بقى جديده واجواء. الاختيارات شغاله عمر، الاختيارات شغاله والامور شغاله بشكل كبير ومحسومه، بعض الامور محسومه ومش هيكون له منافس حتى يعني لو منافس بقى شكله. ان محدش هينزل يترشح قدام، هينزل ويترشحوا لكن منافسته صعبه. منافسته يعني هو عارف ان هو ناجح، ناجح الاقرب للنجاح برضه. احنا ما تعودناش نحسم كل حاجه بدري مع تغيير الجمعيه العموميه ل 105 نادي، تقليص العدد ده وتقليص العدد ده اللي هيحصل. هنا بقى هتبقى القصه، هل الجمعيه العموميه كانت واخده بالها لما كانت بتمضي على اللائحه الجديده ويتقال لها لما تشاركي في الكاس هتعملي كذا؟ كل ساعتها مضى، فانت مضيت خلاص على اللي انا بقوله. يعني في ناس وهي بتسمع رياضه الجمعيه يقول لك لا ما انا اعرفش الكلام ده، لا انت مضيت. انا بقول له لا يا باشا، هات كده الورق اللي انت مضيت عليه، هتلاقي نفسك انت ماضي وموقع وناديك ومعترف بالكلام ده، وده بيخفض العدد تلقائيا في القصه الجايه. القصه اللي برضه عامله زخم عمر في نفس القصه والمجال في حته اللي هو يقول لك اللي هيشتغل في الاعلام ايوه ما يترشحش. انت لقيت الكابتن شوبير عمل مداخله على قناه، على قناه مع احد الزملاء الاعلاميين الافاضل، واعترض على، قال ان في تفصيل لبعض اللوائح اللي موجوده في الايام اللي جايه او الفتره اللي جايه علشان حته الترشح، ان ما حدش يجمع ما بين العمل الاعلامي طيب وما بين العمل التطوعي. طب هقول لك حضرتك، هقول لك مفاجاتين. ايوه، المفاجاه الاولى، الاتحادات الدوليه والميثاق الاولمبي واللجنه الاولمبيه بتمنع اللي بيعمل في ميديا معينه انه يشتغل في الاتحاد بتاعها. يعني انت شغال في ميديا كره اليد ما تشتغلش في اتحادها، كذلك في كره القدم. احنا ما كناش بنفعل الكلام ده ليه؟ لان العلاقه كانت بين الكابتن شوبير وبين المهندس هاني ابو رضا كويسه، ولكن لما اختلفت بعض الامور خلاص ده مقصود. واقول لك حاجه، البند ده معمول مخصوص للكابتن احمد شوبير، في حاجه اكتر من كده؟ ده رسمي، رسمي. انا بقول لك اهو، طبعا كابتن احمد شوبير قيمه، يعني مش هنشوف وقامة. الكابتن سيف، مش هنشوف الكابتن حسن موجودين. ما انا هقول لك، كابتن، اولا كابتن شوبير قيمه وقامه كبيره جدا وراجل اعلامي مميز جدا، واحقاقا للحق لا هو ولا غيره، ولا كابتن سيف ولا كابتن حازم ولا كابتن خالد لطيف، ما حدش خلط بين العام والخاص، دايما كانوا بيميزوا. بس يا استاذ ايهاب، كانوا بيطلعوا من من المجلس ينتقدوا القرارات. طب كان ازاي ده بيحصل؟ كنا احنا بنتجنب. شوف يعني كنا دي جزئيه، دي جزئيه تؤخذ عليهم صح، وكان المشاهد يقول لك انت قاعد وطالع دلوقتي تعترض. طيب صح، انا هقول لك على حاجه. احيانا كانت القرارات بتتاخد بالقوه الجبريه، بمعنى قوه العدد داخل اتحاد الكوره، ممكن الكابتن سيف نفسه يبقى مش عاجبه فيطلع يقول لك انا مش عاجبني، بس هنا برضو المشاهد ما كانش بيتقبل. كذلك الكابتن شوبير في الفتره الاخيره داخل اتحاد الكوره ومشاكله المعروفه مع المهندس هاني ابو رضا اثرت بشكل كبير على اتخاذ القرارات، ويمكن كان الكابتن شوبير ليه قرارات مغايره كتيره جدا وقرارات جيده ما قدرش ينفذها، وبالتالي كان بيطلع يقول انا معترض. فكنت تقول نائب اتحاد الكوره معترض، ما هو في الاخر على الترابيزه صوت، ما هنا في تكتل. وبالتالي انا بقول لك ان هذا القرار متاخد علشان مخصوص الكابتن شوبير، لكن هو متاخد بذكاء. طب والكابتن سيف زاهر متضامن مع الكابتن شوبير رغم علاقته الكويسه بالمهندس هاني ابو رضا، ورغم ان هو لا يمكن ان ينقلب على المهندس هاني ابو رضا، ورغم ان هو لا يمكن يشتغل ضد المهندس هاني ابو رضا، ولكن بيقول لك من باب حمره الوجه كده ان ندعم شويه الكابتن احمد شوبير، اقول كلمتين وخلاص. مش دي القصه، القصه هنا عشان الناس تقول لك ايه، ان ده مش مقصود. ففتح حالك قال لك اي حد شغال مش في الاعلام بس، يعني مثلا وكيل لعيبه، وكيل لعيبه ما يبقاش عضو مجلس، ما يبقاش عضو. طيب انا هدي له حق الترشح، اعلامي، مذيع، ايا كان، شغال في شركه راعيه، شغال وكيل لعيبه، هديك حق الترشح، لكن اول ما تنجح لازم تختار حاجه من الاثنين. طيب يا استاذ ايهاب، دلوقتي مشكله العمل التطوعي، انا دلوقتي اكل عيش الاعلام، انا عايز ابقى عضو مجلس اداره علشان لا يوجد حاجة في العالم اسمها عمل تطوعي في الرياضة. إيه هل هنفضل بعمل تطوعي بنشتغل؟ في اتحاد الكورة اللي موجودة بتتقاضى أجر، وده موضوع مظبوط. وبالتالي لازم الليجا تتقاضى أجر. حاجة كمان لازم أفتحها لك، إن ما عادش شروط الترشح في اتحاد الكورة هتبقى للاعب كورة واللي حكم واللي عضو مجلس إدارة، مفتوحة.
مفتوحه. اللي عايز يترشح يترشح. اللي عايز يترشح بيقول لحضراتكم بترشحوا. اللي راجل عنده قدره في التخطيط وعايز يترشح هيترشح. اللي عنده قدره في التسويق هيترشح. فده بيتم مناقشته وهيتم اتخاذ بيه قرار في الفتره الجايه. حضرتك كناقد رياضي كبير وكاتب صحفي كبير، هتنتقد ايه الفتره اللي جايه وهتكون مع ولا ضد من اللوائح اللي حضرتك قلت عليها؟ هل حضرتك هتكون ضد العمل التطوعي ولا معاه؟ هتكون مع العمل الاعلامي مع الجمع مع عضويه مجلس اداره اتحاد الكوره، ولا حضرتك ما عندكش مشاكل لحد دلوقتي في اي من اللوائح اللي هيتم تطبيقها الفتره اللي جايه؟ اي ناقد رياضي واي اعلامه قراره لا هيقدم ولا هيأخر فيما يفعله اتحاد الكوره. ما انا بقول لك اهو، بص انت دايما تحبني نقول الصح ويوصل للناس الصراحه طبعا، ولا نفضل نقول لا انا معترض؟ طب انا عايز اعرف رايك. عايز اقول لكم حاجه. لا قول لي. ما انا هقول لك بقى. تمام. اذا كان رايي مؤثر هقوله لك، لكن احنا كل اللي هنقوله ده لن يؤثر من خطه اللجنه المؤقته مع من يدعمها لتحقيق لائحه معينه يتم عليها الانتخابات المقبله. كلامي واضح؟ ما احنا هي بقى كده، بس هي مش خطه اللجنه، مش خطه اللجنه المؤقته. حضرتك قلت من يدعمها. من يدعمها مع اللجنه المؤقته عشان نديها. بس حضرتك قلت لي مين هم؟ قلت لي الباشمهندس هاني بريده والاستاذ احمد مجاهد، هم دول اللي بيدعموه. هم شايفين من وجهه نظرهم ان ده مصلحه الكره المصريه. هناك بعض الامور الشخصيه في موقف واحد، موقف الكابتن احمد شوبير، هم واخدين منه موقف. عشان يبقى يعني كابتن سيف مش هيكون موجود خلاص في الانتخابات اللي جايه؟ كابتن حازم امام، كابتن خالد لطيف. اذا تم الاقرار والموافقه من قبل الجمعيه العموميه وهو الارجح، صعب جدا يبقى حد موجود في الاعلام وموجود في اتحاد الكوره او موجود فيما اي شيء يتعلق بالمنظومه وموجود، ولكن له حق الترشح وبعد النجاح يختار هو عايز ايه. كابتن سيف زاهر وضعه مختلف تماما. كابتن سيف زاهر الفترة اللي فاتت هو كابتن حازم امام على فكرة، واحنا في روسيا الاثنين قدموا استقالتهم اكتر من مرة، اكتر من واحد الكابتن حازم امام. فالكابتن حازم امام وجهة نظر انا صعب يقرر تجربة اتحاد الكورة، اما كابتن سيف زاهر لديه فكرة بان يترشح على عضوية ورئاسة نادي الصيد، مجلس ادارة نادي الصيد. فالكابتن سيف ربما يكون ده فكره في المرحلة الجاية، ودلوقتي ابتدت ناس كتير تدعو له داخل نادي الصيد انه يكون رئيس نادي الصيد في الانتخابات المقبله. وسيف عنده طموح كويس، ربنا يكرمه دايما، متطلع لحاجات كويسه وعنده امكانيات كويسه، فبنتمنى له التوفيق فيما يتراءى لنفسه. وبالتالي حرب سيف زاهر ضد بند الاعلام، هو يدخل حرب لا تخصه، يدخل حرب مجامله مع الكابتن احمد شوبير ضد اعضاء اتحاد الكوره او اللجنه المؤقته، حبا وتقديرا للكابتن احمد شوبير، ولانه كده كده مش باقي على القصه دي اللي هو مختار طريقه يروح نادي الصيد. طب الكابتن خالد لطيف هل بالنسبه له الامر محسوم زي الكابتن سيف زاهر؟ هو مركز في الاعلام وبالنسبه له لا يعني شيء ان هو يبقى ممكن يكون متواجد في اتحاد الكوره على حساب الاعلام؟ راعي ان تقليص عدد الجمعيه العموميه قد يعطي الضوء الاخضر لبعض المرشحين بعدم الترشح بعد التقليص. صح. لما تبدا تقلص الدنيا والفتره الجايه الموضوع هيكون صعب، تبدا تتجدد يا كابتن عمر حاجات كتيره جدا جدا جدا، نشوف مين هيبدا يدخل ومين هيفكر انه يبتعد. طيب برضه يا استاذ ايهاب ما قلتليش راي حضرتك، هل حضرتك مع او ضد التقليص؟ هل حضرتك مع التقليص؟ مع التقليص عدد الجمعيه 100%. تمام. وشايف ان احنا كنا بنهزر لما كانوا 254 نادي و252 نادي اللي هم الوضع الحالي ده، لان انت النهارده بتعمل فيه حاجه اسمها العضويات العرفيه زي الجواز العرفي كده، ورقتين، ورقه بايجار ملعب وورقه بايجار شقه مقر، وبتشترك تدخل بطوله الكاس تدفع لك 3000 جنيه ويبقى لك صوت زيك زي الاهلي زي الزمالك زي الاسماعيلي. صح. يعني مفيش، ولازم مع التقليص ده تبدا تقلص لي القسم الثاني، انت يبقى 18 نادي فوق و18 نادي تحت عشان يبقى عندك كوره، عشان يبقى عندك منظومه، ما يبقاش فيه خلط. واكتر حاجه هتنجي القصه ان خلاص بقى في دوري ملاك الشباب بيطلع مواهب في وبالتالي لازم يبقى فيه احترافيه كامله، ولازم اللي جاي يدخل اي منصب رياضي واتحادات يا باشا انا مش عايزك متطوع. هو انا عايزك متطوع خلاص. وتيجي تقول لي انا ضيعت وقتي. انت تضيع وقتك على ايه؟ صح. هو انت بتتربحش من المكان؟ لا. صح. بتتربح مش لازم التربح مالي. اذا وجودك في هذا المكان بيتيح لك انك بتعمل علاقات شخصيه وبتعمل ومع ذلك لا استطيع ان احاسبك، بتيجي في الاخر تقول لي انا مقدم استقاله، ده انا عايز احاسبك واقول لك انت خدت فلوس وبتقبض. عايز اقول لك حاجه، لما تدخلي للاتحادات فلوس جامده جدا خد نسبه قانوني وخد اللي انت عايزه، انما ما تفشليش وتفشلي الاتحادات وتقول لي الدنيا مش ماشيه مظبوطه والدنيا مش كويسه وانا مضيع وقتي. لا مش عايزك ضيع، عفوا يا باشا مش عايزك ضيع وقتك، انت ما تجيش ضيع وقتك، ده انت وقتك غالي علينا وهتاخد ثمنه. وفي تجربه محترمه جدا ان اللجنه المؤقته دي
ان الفيفا معينها وبتاخد فلوس بتقبض، وده شرعي وعادي جدا وده المظبوط في كل حته. فوجهه نظري عشان ما حدش يطلع لك عمل تطوعي، انتهى عصر العمل التطوعي مبدئيا في الاتحادات، بعد كده في الانديه هيبقى له دور، ولكن حاليا حتى هذه اللحظه هيبقى اقدر اننا نبدا بيه في الاتحادات، وهي خطوه اتاخرت كتير جدا جدا جدا. طيب انا عايز احرك سؤال شخصي انا بفكر فيه، وكل الساده المشاهدين الرياضيين اللي بيتابعوا الكره القدم بشكل عام بيفكروا فيه، ان كل شويه نقاد الرياضيين او الاعلاميين يطلعوا يقولوا للبشمهندس هاني ابو ريده هو ليه فضل كبير على الكره المصريه في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد الدولي ريس. لكن ماذا بعد البشمهندس هاني ابو ريده؟ هل هيوجد كادر مصري في نفس المناصب اللي البشمهندس هاني ابو ريده متواجد فيها حاليا؟ أحسن ولا سؤال في الحلقه بجد والله. لا والله احسن سؤال في الحلقه. طيب لان عمر كله بيبص على، احنا بنقول ان الكابتن هاني ابو ريده قيمه وقامه في الحته دي وعمل كتير وهيعمل، ولكن مين بعد المهندس هاني ابو ريده ربنا يديله الصحه والعمر، خاصه ان الاتحاد الدولي طبق بند ال 12 سنه. يعني ايه بند ال 12 سنه؟ يعني انت خدمت في الاتحاد الدولي 12 سنه بقى مجمعين مفرطين سنه او سنه، لا اول ما تبقى تميت 12 سنه داخل المنظومه مع السلامه، وده ما سيتم تطبيقه داخل اللائحه الجديده في الاتحاد المصري في حاله الغاء بند الثمان سنوات. طيب هنعمل ايه نفس بقى؟ القصه هنعمل ايه؟ فبالتالي رسالتنا في ودان المهندس هاني ابو ريده انه يفتح المجال لشخصيات مصريه ان تكون موجوده في مثل هذه المحافل الدوليه، ولكن دي مش بايد البشمهندس هاني ابو ريده بس، دي لازم عندك الشخصيات اللي عندها الكاريزما الكامله اللي تبدا تدخل في السكك دي وتخش في الاتحادات الدوليه، الاتحادات اولا القاريه. مش باشمهندس هاني مانع شويه ان حد يخش خالص؟ بالعكس طبعًا. بالعكس على فكره حضرتك تعرف اكتر مني انا على فكره، لان هو ليه فضل كتير على ناس دخلها اللجان الاتحادات الافريقي والاتحاد الدولي، في ناس كتير هتفاجئ انها في لجان مهمه جدا بفضل المهندس هاني ابو ريده، عشان نبقى احنا واضحين هو مش مانع، لكن هو مين عندك تطلع لهذا المكان او يؤهل لهذا المكان يوقفه؟ فانت لازم تشوف مين اللي كان حاطط القصه دي في دماغه عايز ياخد فيها خطوات الكابتن حازم امام، لكن اعتقد بعد العمل شويه في العمل العام والامور ما اعرفش التجربه هتمشي معاه لغايه فين، لكن انا اعتقد ان هو مش مبسوط بتجربته الاخيره في اتحاد الكوره. فعلى من يرى في نفسه انه عنده قدره يبقى موجود، الاول ينجح في الاتحاد المصري لكره القدم، بعدها ورينا هتبقى مكانك فين في الاتحاد الافريقي، بعدها ورينا هتبقى فين في الاتحاد الدولي. لازم ناخد خطوه خطوه، لاننا فقدنا بعض الرياده داخل الاتحاد الافريقي برضه، لما يحصل اي حاجه بنجري على المهندس هاني وربنا يخليه يا سيدي في الاتحاد الافريقي، عشان برضه الناس بتتكلم شمال ويمين. وعايز برضه اقول حاجه ليست تكريما او تجليلا في المهندس هاني وتقليلا، الوحيد اللي خرج من الملف القطري 2022 من المكتب التنفيذي واستمر في الاتحاد الدولي. خد بالك من الحته اللي تحتها 1000 مليون خط، لان كل امور الفساد في الوضع ده تم اعلانها وتم تشكيل لجان وتم معاقبه الجميع وعدم ممارسه الناس للنشاط الرياضي. فلما يبقى عندك واحد قاعد في وسط ده كله وخرج كده في كل التحقيقات اللي حصلت في كل العالم دي وكل الامور دي، تعرف ان انت برضه في الاخر عندك كادر كويس عايزين حد يكمل وراه. طيب باشمهندس هاني ابو ريده، بعض الجمهور او بعض النقاد والاعلاميين شايفين انه ما خدمش بعض الانديه زي ما خدم انديه تانية في بعض المشاكل اللي كانوا موجودين فيها في بطولات افريقيه، مش عايزين نسمي المسميات، لكن في بعض الازمات الباشمهندس هاني مش بيكون موجود، بالرغم من انه موجود في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وبالرغم من وجوده من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. راي حضرتك في تقسيمه في تورطايه داخل الاتحاد الافريقي ماشي، ليها تقسيمه بتسيب لي وبسيب لك. المهندس هاني ابو ريده بيجتهد ان ياخد جزء من التورتايه، لان في اندر تيبل وفي شغل اندر تيبل في الاتحادات الكبيره، وبالتالي انا بقول لك ناحيه تونس والحكام ما تقربش. هتقول لي بقى ايد انرام وهتقول لي الوداد، على فكره يمكن فوزي لقح اللي هو رئيس الاتحاد المغربي هو كان الاقوى والمرشح وبيخطط انه يجي رئيس للاتحاد الافريقي، وراجل عنده قدرات وعنده ماليات وعنده وعنده وعنده، ومع ذلك لم يستطع أن يعيد العدالة لأحد فرقه. للوداد. ما قدرش. فأنت شفت القصة حسب. فأنت شفت القصة عاملة إزاي؟ فبالتالي المهندس هاني ابو ريده بيحاول في الإمكانيات المتاحة، وأحياناً بتبقى في بعض الأمور هات وخد هات وخد. طب ده بيحصل في الاتحاد الأوروبي يا أستاذ إيهاب، هل ده اللي قبل ما أروح الاتحاد الأوروبي يعني مثلاً في تصفيات كأس عالم مصر الأخيرة برضه الناس اتهمتنا إن إحنا جابوا لنا حكم ملاكي في المباراة الأخيرة.
ولما تيجي تشوف سيرش على الحكم ده تلاقيه راح مباريات معينه. ففي حاجات كده. طب لحد امتى يا استاذ ايهاب كده؟ لحد امتى التورتايه وان كل واحد عايز ياخد حته وان الحكام ما تقربليش وان الاوتوبيسات ما ده بيتم تعديلها عنها. في الاتحاد الافريقي بيتم تعديل المنظومه بشكل جيد، لكن هتاخد وقت قد ايه؟ ده اللي ما اقدرش اقول لك عليه دلوقتي، لكن بدا العمل على اصلاح المنظومه. بدأت بقى لنا 6 شهور شغالين فيها، في تعديلات كبيره جدا جدا جدا، عشان ما نثقلش وندي حد نقول له انت ليه ما بتعملش؟ لازم احنا فاهمين، ما هو ما ينفعش انا ابقى فاهم القصه وماشي اقول لك لا اصل ما خدمش الناس، اصل ما عملش، ولا يستطيع ان يخدم اكتر من الحته دي، ومع ذلك تلاقيه بيستطيع انه بيخدمك في اكتر حاجه متاحه ليك. هل التغييرات دي يا استاذ ايهاب ممكن تغير بعض مراكز القوه اللي موجوده في انديه افريقيه او شمال افريقيه في الاوضاع اللي موجوده حاليا، ولا ده مش هيغير حاجه؟ هيتغير الفتره الجايه، الفتره اللي جايه كانت في كراسي محجوزه. عايز اقول لك حاجه. تفتكر مباراتنا مع الجزائر؟ طب انهي مباراه؟ احنا تعادلنا. بص يا عمر، مباراه السودان ولا مباراه ال 2-0 بتاع الكابتن حسن شحاته؟ لا هنا مباراه القاهره التعادل كان يؤهلك من هنا. الفوز هنا، الفوز 3-0 مش 2-0 كان يؤهلك دونة من غير ما تلعب مباراه فاصله. اللائحه اتعدلت. اوكي. هنا كان روراوا كان روراوا قوي جدا، والتورته معاه من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. انت متخيل؟ فتم تعديل لائحه التاهل لكاس العالم بس على مصر علينا اتعدلت. انت كنت مؤهل من هنا، ما كانش ليك وفقا للائحه والكلام ده على مسؤول مباراه السودان. طب بالنسبه لمصر، ادي القصه، الباشمهندس هاني ازاي ما عمل كل حاجه على فكره؟ عمل لكن ما قدرش. لكن الظروف كانوا اقوى في هذا التوقيت. فين الروراوا دلوقتي؟ ما نعرفش، مش موجود. والجزائر اتظلمت بعد كده، وحطوا على الجزائر بعد كده، والباشمهندس كمل. خد بالك، هي كراسي ولعبه صعبه جدا وقويه جدا. انا بقول لك ده حاجات يعني، بص اوف اير يعني، حاجات احنا بنقولها على الهوا اهو. بس في حاجات ثانيه، لكن في حاجات لكن شوف الصراع واصل لغايه فين، شوف النفوس داخل لغايه فين. ده كله مش فير، لكن الفتره الجايه الامور بتتعدل بشكل كبير جدا جدا، خاصه بعد يعني رحيل بلاتر غير مأسوف عليه من الاتحاد الدولي، ابتدت الدنيا تتحسن شويه بشويه. بلاتر وانفنتينو اتنين ما مارسوش لعب كره القدم على المستوى الاحترافي، ووصلوا لمقعد الرئاسي للفيفا. حضرتك قلت عدم الجمع. ما انا عايز اقول لك اللي بقوله لك يبقى في الاتحاد المصري. ما انا عايز اسالك بقى، بس استناني. هل عدم او تطبيق ان انت يكون لك حق الترشح مع انك ما لعبتش كوره ممكن يفرز بعض الكوادر، ولا الموضوع هيكون ممكن يعني نشوف اسماء ونسمع عن اسماء عمرنا ما سمعنا عنها في الانتخابات او ليها علاقه بالكوره؟ طبعا، والفتره اللي فاتت كان في ناس كتير جدا في اتحادات ما لعبتش كوره، والكابتن سيف لعب، لكن لا. عن طريق ان هو عد، ما انت برضو التفصيل تمام اللي تمام، كان في عضو مثلا في نادي تمام مجلس اداره فبيحق لي. هو الكابتن خالد لطيف لعب كوره؟ لا، بس انا بتكلم على ان انت بقى ما يكونش فيه اي حاجه خالص ويكون لك حق الترشح. هو انت كده 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 ممكن تلاقي اتحاد كامل ما فيهوش حد لعب، بس حد عنده رؤيه، حد شايف كويس، حد بيستثمر كويس، حد بيبص كويس، حد بيجهز، حد بيدير كويس. مش كل من لعب كره قدم يمتلك الاداره الكامله، وليس كل من لم يلعب كره القدم لا يمتلك الاداره الكامله. ويا حبذا لو حد لعب كره قدم وعنده الاداره الكامله مع الموهبه الكامله، كمان لله. هل عندك بعض الكواليس اللي ممكن تقولي عليها واحنا بنختم، ان عندك بعض المعلومات ان في ناس فرحانه بالحته دي تحديدا، وان هم بيستعدوا علشان ينزلوا انتخابات، وقال لك ده ولا لعب كوره ولا كان عضو مجلس اداره قبل كده، وبالتالي انا خلاص بستعد علشان انزل الانتخابات اللي جايه. هل يا استاذ ايهاب تقدر تقولي في كواليسك كده حد من المرشحين اللي ممكن يكون مفاجاه بالنسبه لنا وينزل؟ ما اقدرش اقول لك ده، بس اقدر اقول لك ان هيبقى في مفاجات كتيره جدا في القوائم، وهتشوف ناس بقى يعني عارف انت منعت في حته وفتحت في حته، منعت في حته من له علاقه بكره القدم في الاعلام والشركات الراعيه والامور دي وكلاء اللعيبه والكلام ده، لكن في نفس الوقت انت فتحت في المقابل فتحه جامده، فهتلاقي من له مثلا مدير تسويق، حد ناجح اداري في حته، حد مهندس ناجح في حته. مش بتفكر يا استاذ ايهاب تنزل انتخابات اتحاد الكوره في يوم من الايام؟ انا ما بحبش اكون غير ان انا راجل صحفي رياضي بس، يعني شاطر اعلامي فيه. اكتر حته شاطر. لان العالم كله مؤمن بالتخصص وانا مؤمن بالتخصص بس. طب الكابتن حسام البدري، عايز اختم معاك
وتقولي رايك في تصريحاته الفتره كويس. الاخيره والتضارب اللي كان بيحصل في تصريحاته وراي حضرتك ايه؟ هل المدير الفني يقفل على نفسه ويركز مع فريقه ويبطل تصريحات اعلاميه علشان ما يكونش في انتقاد شديد في ظل تالق المنتخب الاولمبي وعدم تالق المنتخب الاول؟ راي حضرتك. طيب عدم تالق المنتخب الاول واضح جدا، لو لعيبه المنتخب الاولمبي موجوده محمد صلاح موجود ما كناش هنتكلم الكلام ده، فخلاص في عله وانتهت. تمام. ولكن تصريحات الكابتن حسام البدري اللي فاتت هي تصريحات غير مقبوله ولكنه لم يقصد ذلك، بمعنى ان أيوة. الكابتن حسام البدري اتفهم تصريحاته خاطئه، ما كانش بيقصد، هو فتح النار على نفسه على الفاضي، الدنيا كانت هاديه جدا ما فيش اي حاجه، قال ان الدوري ما بيفرس، تصريح خانه فيه التوفيق، لكنه ما كانش بيقصد ده، كان عايز يقول لك ان انا ما عنديش وفعلا صح. لما تيجي تقول انا عايز مساك في الدوري احنا اهو طلع لي اجمد مساك. رايك يكون في متحدث اعلامي افضل للمنتخب افضل من وجهه نظري؟ لازم هو يتحدث، ولكن لازم دلوقتي نبقى محسسين شويه على التصريحات، خاصه ان انا لم نقدم المستوى المطلوب اللي يخلي الجماهير راضيه علينا عشان نتكلم، اطلع كمان اقول لهم احنا لسه ومش عارفين وما عنديش حد، وبالتالي انا بقول ان تصريحاته لم يكن كابتن حسام عنده التوفيق فيها وكمان اتفهمت بالشكل السيء، لان هو كابتن حسام قدامه ناس كتير جدا بتتكلم عليه انه لا او ازاي يجي والكلام ده، وبالتالي انا عايزه يبعد عن القصه دي كلها، ودايما بقول لك لسانك حصانك، خلاص نقفل القصه دي، ولكن يجب ان نعترف ان داخل الجهاز الفني ايوه للمنتخب الاول مشاكل عديده، انا اتمنى يقفلوا كده مع بعض شويه ويهدوا، لان هذا الخلاف هو خلاف وجهات النظر تطور لخلافات شخصيه. هل مباراه الاهلي الاخيره اللي ظهر فيها الكابتن حسام مع الكابتن طارق ممكن اقصد ان هم يظهروا مع بعض علشان خاطر يعني يقفلوا باب اي حد بيشكك ان في خلاف في المنتخب من الاخر؟ لو ده صح كده؟ لو ده حصل مش ده حضرتك قصدك ان بعض المشاكل بين الجهاز بنتكلم على ماشي. الكلام اللي حصل في الفتره الاخيره برضو اكتر من حد عشان ما نقولش اسماء، ولكن الصور وحدها غير كافيه لنقل رؤيه عن جهاز، يعني قعدتوا جنب بعض ما قعدتوش جنب بعض مش دي القصه، القصه انكم تتفقوا على راي واحد حتى لو ما قعدتوش جنب بعض. طيب كابتن حسام هيعمل ايه وكابتن شوقي غريب ما عندهمش اي طاقة في دوري الفتره اللي جايه؟ يعني برضو عايز اعرف رايك سريعا، ان كابتن حسام قال ان احنا كل شهر ممكن ناخد 3 ايام في ظل ان الانديه ممكن ترفض، علشان الكابتن حسام قال ان الموسم الماضي اثر على مستوى اللعيبه بسبب التاجيلات الكتيره. كابتن شوقي عنده بطوله مهمه جدا وما عندوش شهر 3 وشهر 6، والكابتن حسام عنده تصفيات في شهر 3 وما عندوش شهر 6 يلم فيها لعيبته. شهر 3 راي حضرتك ايه؟ رايي انه يتابع لعيبته بشكل جيد جدا، يتعامل معاها، مش يعرف يجمعهم، تهدوا الامور، تجمعات مش هتهمني دلوقتي، لعيب جاهز عمر تمام، مفيش حاجه اسمها لعيب بجيبه دولي افضل اقول اصل انا بحفظه ولازم يحفظ الطريقه والكلام ده. في لعيبه مش بتلعب اساسيه دلوقتي مع منتخبها، دي المشكله، دي المشكله عشان كده الاستفاقه هتبقى محتاجه، واي نادي عنده لعيب تالق في بطوله الامم وما بيدلوش لازم يديله حتى احنا بنتكلم في عمار في النادي الاهلي تالق، اذا ما كانش هيلعب يبقى يعار عشان يظهر بالشكل المطلوب، ده كلام لكل الانديه، واعتقد اللعيبه ادوا بشكل كويس وخدوا خبرات عايزين نشوفها في الدوري الممتاز. استاذ ايهاب بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معايا، اول مره اكون معاك في حوار مبسوط منه جدا طبعا، وانت عارف ان انا تلميذك في يوم من الايام، يعني طلعت من مدرسه ايهاب الخطيب، بشكرك شكرا كلنا جزيلا. كلنا طلعنا من مدرسه يعني هذه القناه طبعا، قناه الاهلي، وهي القناه طبعاً. دي اللي ليها فضل علينا والحمد لله، وانا بشكرك على الكلام اللي انت بتقوله، كنت سعيد ان انا موجود معاك، وزي ما بقول لك انت اتطورت كتير. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، بشكرك شكرا جزيلا حبيبي. بشكرك كابتن عمر، شكرا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى، لسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه، ولكن بعد الفاصل معانا الكابتن النجم الكبير الكابتن تامر بيجاتو، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع، ومعنا في هذه الفقرة نجم كروي كبير. أنا على المستوى الشخصي وبالتأكيد كل المتابعين والمهتمين بالكرة المصرية كانوا بالتأكيد بيهتموا وبيتابعوا كرة القدم في نهاية التسعينات وفي بداية الألفية، وأحد نجوم الكرة المصرية اللي كان بالتأكيد ليه طلة معينة كده أو ليه ماتشات كان ليها قيمة وكان ليها أهداف مؤثرة، ومن الناس اللي كانت بتجيب اهداف حتى بعد فتره طويله ممكن نسترجعها ونتكلم عليها، لان في التوقيت ده او في الفتره الزمنيه دي
قليل جدا لما كان عندنا لعيب بيجيب الاهداف بالشكل الجميل ده وبالشكل المؤثر ده. حتى بعد ما اعتزل قعدنا نقعد سنوات طويله عشان نشوف لعيب او حد بيقرر نفس اللعب او نفس التسديد او الهدف اللي بيجي حتى بطريقه الدبل كيك. ما بنشوفش الكلام ده خالص حتى في الفتره الزمنيه الاخيره. معايا ومعاكم الكابتن تامر باجاتو نجم الكره المصريه، والنهارده بيشرفنا وبينورنا في قناه النادي الاهلي. كابتن تامر اهلا بيك وسعداء بوجودك معنا. اهلا بيك وميرسي جدا على المقدمه الكبيره الحلوه دي، يعني ميرسي جدا، وانا مبسوط ان انا موجود طبعا معاك النهارده وقناه النادي الاهلي، يعني ونادي الاهلي بيت يعني فلازم ابقى موجود. طيب مهم جدا واحنا بنتكلم معاك وبنتكلم عن الكره المصريه والاهداف الرائعه والاهداف الجميله، وانا قلت جزئيه الاهداف اللي كانت ليها لمسه جماليه، فكره الدبل كيك. والدبل كيك ده احنا في فترات زمنيه كتير قوي ما بنشوفوش الا في لاعب او اتنين. وانا حتى بتكلم معاك قبل الهوا استرجعنا الذكريات، يعني حضرتك والكابتن حسام حسن قليل جدا، كانت ايه الاسباب وحتى بعد ما بطلتوا او اعتزلتوا ما بنشوفش اللمسات الجماليه في الاهداف حتى دلوقتي في الكره المصريه؟ بص والله هو الموضوع ليه بدايه طبعا احنا صغيرين. انا كنت بحب دايما الكور دي، كنت بقعد اعملها مع نفسي بقى، ولما كنت مره حتى في الناشئين احنا صغيرين كنا نقعد بعد التمرين كده اقعد اعملها. وبعد كده لما كبرت شويه بقى بدات اطلع على الفريق الاول، يعني وانا عندي كده 17 سنه كنت بطلع اتمرن، بعد كده 19 سنه كنت بتمرن مع فريق كبير على طول. كان الكابتن حسام حسن بقى طبعا كان بيقعد بعد التمرين يتمرن عليها على طول، فالموضوع استفزني جدا يعني، فكنت بقعد اتمرن معاه عليها. بتتمرن معاه؟ كان بيجي بعد التمرين ويجيب كابتن ابراهيم حسن يقعد يرفع وهو ايه يلعب مع الجون. من ضمن الكور اللي كان متمرن عليها الدبل كيك دي، وانا كنت اوريدي بحبها جدا ومحاول اعملها وانا صغير برضو، فجت الفرصه ان انا اتمرنت معاه في نفس الوقت ده، كنا بنعملها كتير جدا بعد التمرين، يعني عشان يمكن زي انت تقول انت ربطت بين حسام يعني ان كابتن حسام حسن كان بيقعد يعملها كتير جدا، وده يمكن اللي خلانا يعني مميزين فيها ان احنا كنا بنتمرن عليها كتير جدا بعد التمرين. يعني انا بتكلم عن اللعبه دي ليه؟ لان انا اتذكر مباراه المنصوره والزمالك في كاس مصر، وحتى المباراه دي كانت من ضمن المباريات اللي اهلت المنصوره للوصول للفاينل، ولعبته الاهلي في مباراه النهائي الكاس. طبعا الكلام ده كان في اخر التسعينات، 96 97 بالظبط. هدفك في الزمالك وانت بتلعب مع المنصوره، والمباراه دي انت بالنسبه لك طبعا بنعتبرها من اهم المباريات لتامر باجاتو في الكره المصريه. طبعا الدبل كيك انت بتبقى موجه الكوره في زاويه ما بتقلش، الكوره بتروح موجهه بالظبط، التايمنج كمان وانت بتستقبل الكوره، لا تدريب صعب قوي عشان تنفذها بالشكل ده. بص ما فيش حاجه صعبه، هي فيها انت هل انت عندك امكانيات معينه انك بتقدر جسمك وتوافق بتاعك يقدر يعمل العاب معينه، زي ما كل واحد بيبقى عنده حاجه مميز فيها يعني، وبعد كده استعداد الجسم حاجه، وبعد كده التمرين عليها كتير هو ده اللي بيخلي اي لاعب مميز في لعبه معينه. يمكن حتى عملتها في الناشئين وانا صغير كتير قوي في دوري الناشئين يعني، بس ما كانش حد بيشوفها يعني، لكن هي ما جاتش فجأة، مش فجأة علشان لما تجي لك في ماتش مهم كمان، مش يجي لك في ماتش عادي. يمكن في لعبه كتير تخاف جدا تعمل الكوره دي، لما يكون ماتش مهم يخاف تضيع، تطلع فوق تضيع، فايه الناس تلومه شويه، شكلها مش حلو بالظبط، لما تقلش بشكلها وحش قوي، ف يخاف ان حد يلومه في حاجه زي كده. لكن هي بتبقى عايزه طبعا زي ما بقول لك تمرين كتير جدا وعلى الثقة انك تقدر تعمل كرة زي دي في وقت محتاج جدا جون زي كده او كورة تجيلك. فالتمرين هو اساس كل حاجة، والتمرين التخصصي كمان بقى هو المهم. لوحدك ولا يكون معاك مدرب؟ بص التمرين العادي ده تمرين للفرقة كلها، فده يعني اللاعب المميز لما كان اللاعب المميز في حاجه معينه او عنده امكانيات غير امكانيات فرقته، زي ما بتلاقي انت في كل لاعب مثلا في كل فرقه، في فرق ممكن ما تلاقيش فيها لاعب مميز معين لوحده، لكن في فرق عندها لاعب مميز، لازم اللاعب المميز يعني بالقياس مثلا هنتكلم مثلا على كريستيانو مثلا او على ميسي او على الناس اللي هي او حتى عندنا في مصر زمان، يعني كان زمان عندنا مثلا كابتن طاهر ابو زيد مثلا كان مثلا في التسديدات الكره لما تيجي بره ال 18 كانوا بيشوف بينالتي بالظبط قدام اي فرقه سواء بره مصر او جوه مصر، وهو كسب النادي الاهلي كتير وكسب منتخب مصر. ونفتكر مثلا جون دور افريقيا في الزاكي مثلا، فده ما جاش من فراغ. كان عندنا برضو ضربات الراس كان فيها حسام حسن جمال عبد الحميد كنت تخاف جدا، كابتن مصطفى عبده في الاوفرات، طارق يحيى في الزمالك كان من الاوفر برضه. فالناس دي ما جاتش، كانوا بيتمرنوا كتير جدا
وكانوا بعد التمرين قصدي اللي هو التمرين التخصصي مزبوط. وده بره مهم جدا. يعني عايز كنت بتكلم معاك بقول لك ان ديفيد بيكام كان بيرفع في الاسبوع 3000 اوفر لوحده بعد التمرين، ملوش دعوه بالتمرين لان التمرين ده للفرقه كلها. لكن اللاعب المميز لما يكون عنده حاجه مميزه لازم يصقلها بالتمرين الجامد الخاص بعيد عن الفرقه. بس المهارات الخاصه دي ما بقتش تشوفها دلوقتي في ملاعب كره القدم المصريه. فكره دبل كيك، ضربات الراس المتميز فيها لعيب محدد طبعا. الاوفر كمان اللي بيبقى رايح على راس حربه، الكورنرز، الضربات المباشره. ما هو ده كمان، يعني اسف لمقاطعتك، مجدي طلبه، كابتن مجدي طلبه كان مميز جدا طبعا. في الضربات الركنيه بالزبط. يا هدف يا اما كره رايحه بتبقى صعبه على حارس المرمى انه يمسكها بالظبط. ما هو ده اللي كمان في دي محتاجه ان اللعيبه يبقى عندها وعي شويه. حتى لو المدرب ما بيقولوش، هو لازم هو يبقى عنده وعي ان هو عنده حاجه مميز فيها لازم يزودها لوحده خالص عشان يبقى متمكن منها جدا ويبقى مميز فيها بجد، يقدر يغير بيها مسار فرقه ومسار فرقته سواء كان مع نادي او مع المنتخب، ويبقى مميز بيها لتاريخه، يسيب يعني حاجه مميزه ليه هو يبقى مميز بيها. ودي مهمه جدا. يمكن اللعيبه في مصر الفتره الاخيره كان يمكن كتر الماتشات، يمكن عندنا في مصر، بس الكلام ده انا بقول لك المبررات اللي ممكن تطلع لاي لاعب مصري يعني بالزبط. لكن بره طبعا لا، التمرين التخصصيه دي موجوده. ويمكن شفنا مثلا فرقه بلجيكا مثلا كاس عام كانوا جايبين تيري أونري بيمرن راسات الحربه فقط لا غير، هو موجود في الجهاز عشان دي بس، عشان راس الحربه بس. فالحاجات التخصصيه دي مهمه جدا، وهي اللي بتصنع المميز اللي هو ممكن يفرق مع فرقته، وبتفرق اكيد في سعره جامد جدا يعني اكيد. طيب هندخل بالتاكيد نتكلم عن تفاصيل مباراه بلاتينيوم اللي ان شاء الله تقام يوم السبت في البطوله الافريقيه. عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها مع كابتن تامر باجاتو، وهنستغل وجوده النهارده معانا لان بالتاكيد محتاجين نسمع رايه ووجهه نظره في هذه الموضوعات. لكن محتاجين في هذه اللحظه احنا نوجه التهنئه لفريق سيدات سله النادي الاهلي بالفوز بدوري المرتبط لكره السله بعد الفوز على نادي الجزيره اليوم، سواء في فريق الناشئين فريق المرتبط او حتى الفريق الاول، الفوز على الجزيره في مباراه اليوم في المباراتين. النهارده سيدات سله الاهلي احرزوا بطوله المرتبط، وبالتاكيد بنبارك لهم على هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله كمان يكون عامل دفعه قويه جدا للمرحله الجايه، خاصه كمان الفريق الاول للسيدات لكره السله، لانه خلاص بعد البطوله الافريقيه مع الكابتن علي هاشم محتاجين ان هم الفتره الجايه يخشوا بشكل قوي بقى في البطولات المحليه. دور المرتبط فازوا بالبطوله، عملوا النهارده سكور كبير قوي سواء في فريق المرتبط او حتى في الفريق الاول، والفوز على الجزيره من كبيره. ان شاء الله بقى الدوري العام والدوري السوبر الفتره الجايه باذن الله فريق السله للسيدات في النادي الاهلي والكابتن علي هاشم واللاعبات يقدروا باذن الله يحققوا بطوله قويه وبطوله محليه في الفتره اللي جايه. طيب كابتن تامر، محتاجين نتكلم بقى عن مباراه بلاتينيوم، ومش هكلمك فيها كفنيات اكتر بقدر ما هكلمك على فكره ان مباراتين الجوله الثالثه والرابعه هيبقوا حاسمين قوي في التاهل وتحديد متصدر المجموعه قبل اخر الجوله، قبل الجوله الاخيره او قبل الاخيره. شايف مباراه بلاتينيوم وتوقيتها بالنسبه للاهلي وثقه بعد الانتصارات المتتاليه في الدوري المحلي؟ انا شايف ان الماتش ده ماتش مهم جدا وتوقيته كويس جدا مع فرقه زي بلاتينيوم. لو هنتكلم عن فرقه بلاتينيوم برضو يعني فرقه تعتبر ضعيفه، نقول لها ضعيفه، ما لهمش امل ان هم يكملوا، فدي حاجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظر معينه. لكن من وجهه نظر الثانيه برضو يعني ان برضو الفرقه الضعيفه دي اللي هي ما لهاش امل دي مش باقي على حاجه، فممكن لو ما قابلتهمش بقوه جدا بنفس حماسهم او بنفس اللعبه بتبقى عايزه تثبت نفسها، خاصه قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي معروف في افريقيا، فبالنسبه لهم ده ماتش استعراضي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو اي كل لاعب عايز يطلع اللي عنده لان ممكن يتشاف في ماتش زي ده. وفي نفس الوقت ما عليهمش ضغوط، ما عندهمش ضغط اللي هو لازم يكسب، لان مش فارق بالنسبه له الماتش كده كده برضه اصلا كمان في الجوله الثانيه بالظبط. فالفرق زي دي ممكن تعمل مفاجاه لو ما تقابلتش من النادي الاهلي بقوه شديده جدا، بتركيز في البدايه بالظبط، بتركيز في البدايه، لان النادي الاهلي محتاج جدا المباراه دي وهم مش محتاجينها خالص، فدي يعني سلاح ذو حدين. النادي الاهلي محتاجه طبعا للماتشات اللي جايه قويه جدا، وهتحدد ترتيب المجموعه. لكن انا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت مستواه الفني كفرقه عامه مستواه عالي جدا، وبيغير من طريقه لعبه كتير، ويعني ماشيين فايلر عمل شكل كويس للفرقه،
فانا شايف ان النادي الاهلي عنده ثقه ويقدر يخلص الماتش ده، مهم جدا طبعا عشان ما يخشش بعد كده في حسابات تبقى مشكله معقده بالتاكيد، خاصه في اخر جولتين. انت النجم هيجي لك في الجوله الخامسه ورايح للهلال السوداني في الجوله السادسه، طبعا مش سهله جدا، ليها طابع خاص وفي زي طار على طول بايت على طول بين الاهلي والنجم، منافسه قويه، فمنافسه قويه جدا. فطبعا يعني الماتش اللي جاي ده هيبقى يعتبر عنق الزجاجه بالنسبه للاهلي، بحيث ان ما تخشش في الحسابات الثانيه. طبعا نادي الهلال نفس القصه، ماتش صعب جدا، مسكوا الكابتن حماده صدقي، دي برضو مشكلة تانية. عارف اللعيبة بتلعب ازاي، وعارف المصريين بيلعبوا ازاي، عارف لعيبة النادي الاهلي طبعا، مدرسة الاهلي كمان، مدرسة الاهلي طبعا الأهلي. فماتش صعب برضو جدا. فالماتش اللي جاي بتاع بلاتن ده مهم جدا للنادي الاهلي. الماتشين ولا الماتش الجاي الاول؟ الماتش اللي جاي الاول ده، يعني انا بلغة لعيب الكورة طبعا، الماتش اللي جاي هو ده، الماتش ده اللي هيدي ثقة، وده اللي هيخليك بتلعب مرتاح، وده اللي الفرقة التانية تبقى قلقانة في الماتش اللي جاي تقابلك، عكس ما يبقى فيه تعادل في النقط أو حاجة، تفرق طبعا جامد جدا. طيب الانتصارات المتتالية في الدوري العام ممكن نبني عليها على مباراة زي دي، ولا المباريات الإفريقية عكس المباريات المحلية والمستوى، حتى لو أنت هتواجه في إفريقيا مستوى أقل من الفرق المفروض أنت معروفة في إفريقيا والمنافسات في دوري الأبطال؟ بص انا يعني ممكن الناس تشوفها كده، لكن احنا كلاعب الكوره، لاعب الكوره ما بيشوفش ماتشات كده خالص. فرقه الاهلي فرقه معروفه بتاريخها، معروفه بحماسها، معروفه باستقرار الاداره فيها، معروفه ف ما فيش فرق بين الدوري المصري والبطوله الافريقيه. الكلام ده بالنسبه للعيبه او الفرقه، انا بشوف ان هو ما ينفعش نصنفهم، في اختلاف فنيات انك بتقابل الفرقه دي او الفرقه دي طبعا، ولكن ما بتغيرش شكلك او ما بتغيرش مفهومك للماتش. الاهلي ده احنا متعودين احنا بنكسب وخلاص، ما فيش حاجه اسمها فرقه صغيره وفرقه كبيره يعني. وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي. ممكن الفترات اللي فاتت في حبه لخبطه في البطولات الافريقيه شويه، ولكن انا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي مستقر. الانتصارات المتتاليه ورا بعض سواء كان في الدوري او غير الدوري مهمه جدا، وباين على فكره على مستوى الفرقه، وباين رد الفعل بالنسبه للناس وبالنسبه للمدرب وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للعيبه نفسها، ان الفرقه بقى ليها شكل، بقت بتعمل تيم ورك كامل. غيابات ممكن تاثر ما بتاثرش، ودي اهم حاجه في الفرقه الكبيره، ان ما بتقفش على حد، ما بتقفش على لاعب واحد او اتنين. فانا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي فايلر عامل نقله وبيغير من طريقه لعبه، وده اللي انت محتاجه انك ما تقلب من لعب الدوري المحلي وتلعب افريقيا. تلعب افريقيا. طيب الجوله الثالثه والرابعه كابتن تامر ممكن يبينوا ملامح المجموعه، في ظل ان انت عندك صدام الناحيه الثانيه ما بين النجم والهلال، مباراه في سوسه او في تونس، مباراه ثانيه في السودان، يوضح لك ملامح المجموعه. حتى لو المباريات الثانيه خلصت بالتعادل هيبين لك المنافسه رايحه فين، او مين اللي هيبقى منافس معاك، او المنافسه هتكون خلصت قبل حتى ما النجم يجي لك وتروح للهلال. ممكن وممكن يعني، كل شيء وارد، ولكن طبعا هما فرقتين كبار ولعبوا النادي الاهلي كتير، حافظين تكتيك بعض وحافظين لعب بعض، فهتبقى ماتشات فنيا هتبقى قوية جدا، وفي نفس الوقت هتبقى منافسة هتبقى شديدة جدا، يعني هتبقى صعب انك تتنبأ. عشان كده بقول لك الماتش الجاي ده مهم جدا، هو ده اللي يخليك بقى انت توليد بقى لما تيجي تلعب تحس ان انت نفسيا راكب الماتش زي ما بيقولوا، يعني راكب الماتش بالظبط كده طبعا قبل الماتش طبعا. عشان كده مهم ان تكسب المباراتين، تعمل 6 نقط سواء في القاهرة او في زيمبابوي طبعا، على 3 نقط اللي معاك يبقى 9 نقط، تبقى عندك على الاقل اريحية لو الناحيه الثانيه النجم والهلال حصل فيهم صدام او في نقاط حد فقدهم عن الثاني والنجم جاي لك، تبقى رايح حتى السودان وانت محدد موقفك بالظبط. يعني فترتين المباراه كان في صالح الاهلي طبعا. اكيد طبعا اكيد. وانا شايف بقول لك الماتش اللي جاي بتاع بلاتنم ده مهم جدا، وتوقيته انا شايف ان هو توقيته مثالي لفرقه النادي للمرحله اللي احنا فيها كمان طبعا، للمرحله دي بالذات طبعا. طيب فايلر مدرب اجنبي، وكمان مش اجنبي يعني اشتغل في دوريات قويه، لا مدرب كمان اشتغل في مدارس ما خرجتش في افريقيا خالص، او ما احتكتش حتى بالكره الافريقيه والعربيه نهائي، مع الاهلي في البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي ماشي بشكل كويس، تحس كمان ان هو دارس الكره الافريقيه او قدر يذاكر الاجواء اللي ممكن يكون الاهلي فيها في افريقيا؟ مباراه النجم الساحلي بنعتبرها ممكن تكون فيها دروس كتيره قوي، قد تكون لصالح فايلر حتى الفتره القادمه بشكل كبير.
تعليقك على اداء فايلر مع الاهلي في البطوله الافريقيه والطريقه اللي بيأدي بيها الاهلي معاه في البطوله الافريقيه سواء خارج مصر او حتى في مصر. بص هو يعني يمكن زي ما قلت لك من شويه هو طبعا مدرب كويس واضح من شغله يعني المدرب الكويس شغله بيبان على طول وواضح ان في فرق كبير من النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي في تغيير مراكز اللعيبه جوه الملعب تغيير رتم الماتش على مدار الماتش يعني بيغير رتم الماتش من في كل يعني على حسب توقيت الماتش وعلى حسب طريقه لعب الماتش ما هو ماشي بيغير واللعيبه متقبله التغيير ده ودي مهمه جدا متقبله طبعا متقبله ان هو في لعيبه ما بيقدرش يغير طريقه لعبه تحس ان في دروب في الماتش انت لا انت النادي الاهلي الماتشات الاخيره كلها والسنه دي بالذات ما بتحسش في دروب في الملعب مع ان في لعيبه كتير بتتغير وطريقه اللعب بتتغير ممكن على مدار الشوط او على مدار الماتش لكن انا شايف ان هو قادر يعني قادر يخلي اللعيبه تستوعب اللي هو عايز ينفذه ودي اهم حاجه ان اللعيب يقدر يستقبل فكر المدرب تمام يمكن اللعيبه عشان برضو اكترتهم صغيرين فهي بيبقى اللاعب الصغير شويه بيبقى عنده تقبل شويه ان هو ممكن يغير من طريقه لعبه لما يكون المدرب طبعا صاحب شخصيه يعني قصة ماتشات افريقيا زي ما قلت لك هو مدرب كويس عارف امكانيات فرقته كويس جدا فبيقدر يوظفهم بطريقه كويسه وهو بيقرا الملعب كويس فبصرف النظر بقى كان الماتش في افريقيا او مش افريقيا هو ده اللي مخليه شكل الاهلي كويس الماتشات اللي فاتت افريقيا وهو مع ان هو ما عندوش زي ما قلت خبره خالص في يعني هو مركز في امور فنيه فمخليه على الاقل بيعوض ده بالمقارنه بالاجواء الافريقيه لان الادغال الافريقيه واجواء افريقيا عكس طبعا الكره في اوروبا طبعا بس انت الماتشات كلها اللي فاتت خلاص الماتشات اللي فاتت كلها موجوده هو بيذاكر كويس هو عارف امكانيات فرقته كويس وماشي بيها كويس جدا وجربهم مره واثنين وثلاثه مع كذا فرقه فلما تيجي تذاكر الماتشات اللي انت بتلعبها في افريقيا الفرقه اللي لعبتها قبل كده واكثرتها الاهلي لعبها قبل كده كذا مره فبيقدر بعد كده يحدد لان هو مدرب كويس في الاصل ما هو بقول لك المدرب كويس ملوش دعوه انت بتلعب افريقيا بتلعب بره هو مدرب هو عارف المدرسه دي خلاص يعني قدمت او التفكير طبعًا بالشكل ده طبعا اكيد خلاص عايز توصل كده او عايز تقول كده عايز اوصل كده ان الموضوع اختلف يعني حتى زمان كنا يقول لك ايه هو الماتش بتاعنا في ارضنا ولا بره الكلام ده انتهى من زمان يعني حتى في اوروبا بره ما بتحسش خالص انت ما بتبقاش عارف الماتش شغال انت مش عارف الماتش بتلعب هنا ولا بتلعب هنا مظبوط فاهمني فقصه بره وجوه وافريقيا ومحلي والكلام ده خلاص انتهى من زمان ونفسي بقى يعني ينتهي خالص من عندنا حتى نفسيا حتى بالنسبه للجمهور وللعيبه وللمدربين وللاداره ما فيش حاجه اسمها ماتش بره وماتش جوه في حاجه اسمها فرقه وفرقه يعني الموضوع ده انتهى واظن اللعيبه وصلت لدرجه كبيره يعني المفروض توصل لدرجه او مفروض ان احنا نوصل لدرجه كبيره من الاحترافيه ان مفيش حاجه اسمها ماتش بره وماتش جوه يعني خلاص الموضوع ده انتهى اكيد طيب مستمرين بالتاكيد في الحديث عن البطوله الافريقيه ومباراه بلاتينيوم لكن جمهور الاهلي في الشارع ازاي شاف مباراه الاهلي في الدوري تعليق جمهور الاهلي كمان على الثمان مباريات اللي اداهم الاهلي في الدوري وانتصارات متتاليه تحت قياده سويسريه للمدير الفني رينيه فايلر مهم جدا نسمع راي جمهور الاهلي في هذا التقرير ثم نعود الحديث مع الكابتن تامر بجاتو ولكن بعد هذا التقرير أداء رائع بكل المقاييس أفضل كرة بيقدمها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت بالمقارنة بأندية الدوري الـ18 الأهلي هو الأفضل دفاعا وهجوما وأداء وأداء تكتيكي بكل المقاييس فايلر يعني بيسير بخطى ناجحة حتى الآن أنا شايف أن المدرب ده ممكن يحقق طموحات الجماهير المصرية الكبيرة بالفوز واستعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا الغايبة عننا من 2013 أداء يعني واضح جدا جدا من بداية الموسم جميع المباريات اللي أداها مستر فايلر يعني حقيقة وبدون مجاملة ما شاء الله ما شاء الله ربنا يا رب يوفقه وهو حتى أسلوبه
وطريقته في التعامل، وانا خدت بالي من حاجه يعني مهمه جدا جدا اللي هي نفسيا. حتى لما النادي الاهلي بيسجل جول، اللعيبه اللي قاعدين بره اكتر من اللعيبه اللي هم جوه الملعب، دي برضو واضحه ان خلى اللعيبه كلها بيحبوا بعض. اللي بيلعب مبسوط، اللي ما بيلعبش مبسوط لانه عارف ان هيجي عليه الدور، فدي مهمه جدا، ودي مكسب كبير جدا جدا لاي مدرب، ودرس عملي لاي مدير فني. فانا يعني مهما اتكلمت الحقيقه مش هوفيه حقه، وان شاء الله يستمر على هذا الاسلوب، ونفرح جميعا بمستوى النادي الاهلي فنا ولعبا واخلاقا، ثم النتائج طبعا اللي احنا بننتظرها باستمرار. اداء النادي الاهلي مع فايرال عالي جدا، في تكتك في الملعب، في اداء، في خطط، وطبعا النادي الاهلي بيضيف لي الفايلر، والفايلر برضه بيضيف للنادي الاهلي كان كبير. وطبعا ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى ربنا يبقى في توفيق الفتره الجايه، وان شاء الله النادي الاهلي ماشي بفتره كويسه مع مستر فايلر، وربنا يكرمهم ان شاء الله. اداء محترم جدا، وعاملين ارقام قياسيه كبيره برضه. يعني اول مره الاهلي يفوز 8 ماتشات ورا بعض، 24 نقطه واهداف كتير حوالي 23 هدف، ودخل من وراه هدف واحد، يعني نتيجة محترمة يعني، وأداء كبير. أداء طبعا الفترة اللي فاتت ولا أروع ولا أجمل، داخلين أول الدوري 24 بونت، دخل فينا هدف واحد، والحمد لله على أداء يعني المدرب جه، لا فترة إعداد مش كويسة ولا لعيبة كانت مصابة، وفترة إعداد الحمد لله دلوقتي أول الدوري 24 نقطة، وإن شاء الله نحقق مركز كويس إن شاء الله في أفريقيا، وإن شاء الله نسعى كأس العالم للأندية تاني، أهم حاجة إن شاء الله نركز في أفريقيا الماتش اللي جاي إن شاء الله. هو في تطور رهيب في أداء فايلر مع اللعيبة، يعني فكرنا بأيام مانويل جوزيه، وإن شاء الله في تاريخ جديد بيتكتب مع النادي الأهلي، وبداية موفقة يعني إن شاء الله. فايلر عامل شغل عالي، والمستوى يعني متقدم ما شاء الله عن الأول، والشغل كويس، عامل شغل كويس مع الفريق، وما شاء الله متصدر الدوري وما خسرش ولا ماتش، وعامل شغل عالي ما شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير. ولازم بس وانا بتكلم عن التقرير، راي جمهور الاهلي بالتاكيد راي مهم بالنسبه للمرحله الجايه، لكن في وسط التقرير عذرا يعني كان في لقاء مع احد القامات التدريبيه والكره المصريه دكتور طه التوخي، الشخصيات التدريبيه الكبيره جدا اللي عمل كمان في الخليج فترات طويله جدا، ومن احد المدربين المؤسسين لبطوله خليجي اللي بتقام كل سنتين او كل فتره زمنيه في الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في المنطقة العربية، وأحد القامات التدريبية في الأهلي والكرة المصرية. ودايما بنتشرف لما بنسمع كلام دكتور طه التوخي على النادي الأهلي في أي تقرير أو في أي مرحلة، لأن كمان رأي أكاديمي ورأي خبرة تدريبية كبيرة جدا، فسعداء اللي احنا سمعناه وشفناه كمان وهو بيتكلم مع جمهور النادي الأهلي عن المرحلة الجاية، وإزاي تابع أداء الأهلي مع فايلر خلال الفترة الأخيرة. كابتن تامر، كلام مهم جدا اتقال سواء من الجمهور أو حتى من دكتور طه التوخي. طبعا هو ده اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه، يعني ان كله راضي، ورد الفعل باين جدا في الجمهور، وطبعا حد زي كابتن طه طبعا يعني واضح ان في ارتياح، والشغل باين جوه الملعب، لان في الحاجات دي ما بتستخباش يعني فاتمنى الاهلي يفضل ماشي كده وبالمدرب واللي احنا شايفينه ده، ان شاء الله ممكن ينهي الموسم بشكل كويس جدا يعني، وتطلع فيه بقى كمان الأهم من ده، إن يطلع من عندك كوادر كتير جدا أو لعيبة صغيرة لسه طالعة بتشرب بقى شغل مدربين بجد، وشغل فني بجد، وياخدوا خبرة المدربين وتغير اللعب جوه الملعب والتكتيك جوه الملعب حتى على مدار الماتش، يعني دي مهمة جدا يعني. أكيد طبعا مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية كمان، لأن عندك مشكلة في اللعيبة المصريين بالذات إن هم مش متعودين يلعبوا بسيستم شوية، إن اللعب عندنا ارتجالي الأكتر، عندنا لعب ارتجالي، مدرب بيفرق بحاجة بسيطة جدا، يمكن حتى اللي انت لو غيرت مدربين الجدول الدوري كله كل سنة الجدول هيفضل زي ما هو، لأن المدرب بيأثر بحاجة بسيطة جدا من وجهة نظري لا تتعدى 20%. ليه؟ لأن اللعيب مش متعود أنه يمشي على سيستم أو يتعود يلعب على طريقة، لا متعود يلعب بطريقة معينة، ف
اللعب كله ماشي في هذا الاتجاه. بره المدربين لا بيفرقوا جامد جدا من الفرقه لفرقه، بتحس فرقه ثانيه خالص. اللعيب تحس ان هو لعب شطرنج، تحس ان هو ما حطتلوش السوفت وير، تحس ان هو هنج فرقه ثانيه خالص. يجي مدرب تحس ان الفرقه اتغيرت تماما، زي ما حصل مع مانشستر يونايتد مثلا السنه اللي فاتت. اكيد تحس ان فرقه ثانيه مجرد مثلا انك غيرت ايه المدرب، المدير الفني. فاللاعب المصري عشان كده يمكن اللعبة قليل جدا اللي بيسافر من مصر هنا ويسافر بره ويكون الناس شايفه ان هو ممكن يبقى حد جامد جدا بره وكده، بتلاقي ان اللعيب فجاه ما بيقدرش يكمل وبيرجع. ليه؟ لان مش متعود يلعب على سيستم، مش هو يلعب على نظام فني او تكتيك يخش جوه تكتيك الفرقه، لا بيلعب لوحده انديفيديوال، ودي المشكله. يعني يمكن دي المشكله. فاتمنى ان ده تجربه النادي الاهلي مع فايلر، ان اللعيبه تفهم يعني ايه مدرب هو اللي بيحرك اللعيبه جوه الملعب، مش اللعيبه اللي تتحرك لوحدها. ودي احنا محتاجينها، ثقافه محتاجينها جدا عندنا. لان حتى المدربين، حتى لما تيجي مثلا المدربين يجوا مثلا يمسكوا منتخب مصر مثلا، تحس لما بيجوا تحس ان هم مش عارف يعمل حاجه. ليه؟ ممكن يبقى كويس وممكن يبقى وحش، يعني ده برضو ده بتبقى موجوده مساله نسبيه، ولكن بلا استثناء بيجوا تحس ان في حاجه غلط، تحس ان هو مش عارف يعمل حاجه خالص، ده تحس ان هو صفر. ما معقوله المدرب اللي احنا جبناه ده او اللي كان ماسك السي في العالي الكبير ده، العالي ده بيجي مش موجود للسبب ده. ان ده برضه المدرب متعود ان هو بيجي يحط سيستم، اللعيبه بتستوعبه سهل جدا. لا، استيعاب اللعيبه عندنا فنيا لتغير الفنيات او تغير الخطط صعب جدا، مش موجود عندنا. اتمنى ان الجيل الجديد واللعيبه اللي طالعه دي يعني من خلال تجربه النادي الاهلي مع فان، ان هم يخشوا في حته اللي هو افهم يعني انا لاعب بلعب في سيستم مش بلعب لوحدي. طيب بمناسبه السيستم، انا التقطت كده جمله حضرتك ذكرتها، ومناسبه السيستم والنظام، الدوري المصري الفتره الاخيره لحتى نهايه الدور الاول كل 3 4 ايام ماتش. ده النهارده فكرني وانا بتفرج على الدوري الانجليزي والبوكسنج داي. في التوقيت ده هو البوكسنج داي في الدوري الانجليزي عشان راس السنه واعياد الميلاد الفتره الجايه، فمضغوط بس في المرحله الزمنيه الصغيره دي. بس البوكسنج داي في الدوري المصري على طول. طبعا. ده بمناسبه السيستم يعني ما بيتغيرش. دايما عندنا بوكسنج داي على مدار السيزون. ما هو يعني بص ده معروف بقاله سنين، البوكسنج داي ده معروف بالظبط كده، واللاعيبه عارفينه والمدربين عارفينه والاتحاد عارفه والانديه عارفاه والجمهور عارفه. يعني هل متخيل بقى ان كل دول مسستمين نفسهم وعارفين كويس جدا؟ انا متوقع فايلر من ساعه ما جاب لهم موضوع البوكسنج داي في الدوري عندكم، ولا لسه البوكسنج داي مطول ولا ايه؟ لا لا احنا عندنا البوكسنج داي شغال على طول للاسف. طول السيزون بالظبط. فلا طبعا دي مشكله اتحاد الكوره من عشرات السنين للاسف يعني. طبعا اكيد. طيب النهارده كانت في زياره مهمه للكابتن محمود الخطيب، وبنقول له الحمد لله على السلامه يا كابتن، ونورت النهارده النادي الاهلي، وكان موجود في التدريب واجتمع باللعيبه واتكلم مع اللعيبه بالنسبه للمرحله الجايه، واجتماع جاي في وقته، تجديد دوافع للبطوله الافريقيه، واجتماع مع الجهاز الفني والكابتن ساري عبد الحفيظ. طبعا في التفاصيل الجانبيه او الحوارات الجانبيه في مثل هذه الاجتماعات ما بتبقاش على الملأ او بالنسبه للاعلام او للجماهير، لكن بلغه لعيب الكوره مثل هذه الجلسات او مثل هذه الاجتماعات، ابرز حاجه ممكن تتقال او تجديد الدافع قدامنا، هي لقطات يعني حصريه وخاصه لزياره الكابتن محمود الخطيب النهارده لتدريب الفريق الصباحي قبل مباراه بلاتيني. طبعا بص الزياره طبعا في وقتها طبعا هو لسه راجع اول حاجه بره، يعني الف سلامه عليه، الحمد لله انه رجع بالسلامه. لكن توقيت طبعا ان هو يزور اللعيبه الفتره دي بالذات. ليه؟ لان بلغه الكوره كده هو شايف ان الفرقه ماشيه كويس جدا. ف زيارته للعيبه في الفتره دي خوف على المكسب ده، وخوف على الاهلي ماشي بطريقه كويسه، فبيدي دفعه للعيبه وبيشدهم زياده، لان المكسب ساعات اللعيبه بتريح شويه لما احس ان انا قوي بقى لي في كام ماتش وبكسب على طول وكده، بيجي نوع من الارتخاء شويه، فده عامل نفسي. فزياره الكابتن طبعا محمود للفرقه في التوقيت ده بالذات تخليهم يشدوا جامد، تخليهم يقولوا ان في حد يبصص عليهم، ان هم فيها تحفيز وفي نفس الوقت فيها شده، ان ما تريحوش. من الناحيه الثانيه كابتن الخطيب شايف ان هو وصل يعني الجهاز الفني والفرقه وصلت لمرحله كويسه جدا، فخايف ان اي حاجه تحصل تعكر الموضوع ده او توقف
الانطلاقه الجيده دي يعني معاكم فانا معاكم وفي نفس الوقت بيشدهم ان خليكم زي ما انتم كده كملوا وما توقعوش وخلوا بالكم من الفتره اللي جايه ممكن ماتش واحد ايه يهز اللي انتم بتعملوه او كده فخلينا ننطلق الانطلاق بنفس السكه اللي احنا ماشيين فيها اكيد طبعا. طيب ايه ابرز التحديات اللي ممكن تواجه فريق الاهلي او لعيبه الاهلي في الفتره الحاليه او الفتره المقبله؟ وانت كسبان 8 ماتشات وكسبان ماتش في افريقيا وماشي في البطوله الحمد لله بتستعيد الصداره الفتره الجايه. التحديات اللي كنا لسه بنقوله ده المكسب ده هو التحدي يعني ساعات في كده حاجات بتبقى هي هو نقاط القوه هي بتبقى نقاط الضعف برضه. الانطلاقه انت ماشي بيها دي الناس مش مستنيه اقل من كده خلاص. مجزره مش مستني اقل من كده. في لعبه كتير عايزه تاخد فرصتها وتلعب فماشيه كويس. فدي نقطه نقاط قوه لكن نقطه ضعف ان انت مضطر ان انت لازم تظهر بالمستوى ده على طول وتكمل بيه بما انك كملت بيه كل الفتره دي فما فيش اي سبب يخليك انك تنزل على ده الا لو في حاجه مش مظبوطه. انا شايف الاصابات كلها دلوقتي الحمد لله ما فيش حد يعتبر دلوقتي مصاب اصابه قويه رمضان يعني ربنا يرجعه بالسلامه. ف التحدي الفتره اللي جايه هي التحدي ان انت تستمر بنفس زي ما بيقولوا الوصول للقمه سهل الحفاظ عليه صعب صعب والحفاظ عليه اصعب يعني يعني بالنسبه للاهلي الوصول للقمه سهل هو على القمه لكن الحفاظ عليه بقى بالمستوى خلي بالك برضو لان الجمهور دلوقتي بقى بيفهم ويتفرج على كوره بره وجوه فبقينا لما بنشوف فرقه بتكسب وخلاص برضو بتبقى عندنا مشكله شو احنا عايزين في الاخر برضو الاول عايز فريقي تلعب كويس وعايز استمتع عايز استمتع مش عايز اكسب بس كسرت القاعده عشان الاهلي يعني بالظبط هو الوصول للقمه بيبقى صعب انت قلت لا الاهلي بالنسبه له الوصول للقمه سهل لكن الحفاظ عليها هو اللي بيبقى بالتاكيد صعب عشان كمان ترضي جمهورك وترضي جمهورك كمان طبعا بالظبط. طيب ده 90 دقيقه ودي الاجزاء المهمه خلال المباريات دخلنا في التفاصيل الفنيه والاجواء المحيطه بالمباريات في امور ممكن تكون جانبيه بس بيبقى لها تاثير سواء بالايجاب او بالسلب على اي مباراه بتتلعب من ضمنها التحكيم من ضمنها تقنيه الفيديو الفي ار من ضمنها التطور اللي ممكن يحصل في الكره المصريه او حتى في تطوير مسابقات الكره الافريقيه. هبدا معاك واتكلم على التحكيم. التحكيم في افريقيا خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بقى في تاثير سلبي على نتائج الفرق وحتى حسم البطولات لفرق على حساب فرق. والبطوله السنه دي حصل خطا للاسف شكله هيبقى تكرار للاحداث السابقه. الآن من التحكيم الافريقي الفتره الجايه ولا اللي حصل ده ممكن يكون مؤشر كويس عشان الناس تاخد بالها من المراحل النهائيه؟ بص هو التحكيم الافريقي يعني كان بقاله فتره طويله كان الى حد ما مستقر الفتره اللي فاتت دي مع عدم استقرار الاتحاد الافريقي نفسه كاداره واللخبطه اللي حصلت كتير الفترات اللي فاتت وكده بيحصل تسيب بيحصل عدم متابعه بيحصل عدم محاسبه ودي اكتر حاجه توقع اي حاجه فيها خاصه القصه زي موضوع التحكيم. موضوع التحكيم ده موضوع شائك جدا وزي ما انت بتقولت ممكن كره واحده تغير نتيجه فرقه تغير نتيجه مباراه تغير نتيجه بطوله تطلعك من البطوله بالظبط. فمهم عشان كده وده في كل العالم على فكره بس طبعا بره ومع ان بره التحكيم احنا لما نيجي نجيب مثلا ماتشات هنا ماتشات مهمه بنجيب تحكيم من بره ومع ذلك بره عملوا تقنيه الفار لان برده كان بيحصل مشاكل وبتحصل برده اخطاء. ف التحكيم في افريقيا للاسف عدم استقرار بس عدم استقرار في اي مجال طبيعي جدا ان كل اللي تحت الاداره كله يبقى مش مظبوط وده اللي حصل في التحكيم في افريقيا نتيجه عدم استقرار الاتحاد الافريقي وده اللي بيحصل في الدوري المصري نتيجه برضه عدم استقرار الاتحاد المصري. يعني جاوبت على جزء من السؤال الثاني اللي كنت اسالك يعني لجنه الحكام نفسها مش هتتغير فانت قلت الاساس ما هو الاتحاد نفسه الافريقي مش مستقر تمام على مستوى القيادات او على مستوى اللجان الرئيسيه طبعا كمكتب تنفيذي او كرئاسه فعشان كده انت مش شايف تعديل في اللجان من ضمن اللجان المؤثره لجنه الحكام طبعا. ما هو انا كلجنه حكام او انا كحكم ما هو انا لازم كل بيطلع تقرير كل ماتش عشان اتحاسب بناء عليه باخد نقط وبعرف اخطائي قد ايه وتصنيفي قد ايه والكلام ده كله. لما يكون الاداره فوق اساسا اللي ماسكه الموضوع غير مستقره مش موجوده يبقى الرقابه هتبقى فين؟ مفيش رقابه مفيش محاسبه فالموضوع متساب كده فهي دي المشكله عدم استقرار الاداره يبوظ لك كل حاجه عندك
كل اللجان المختصة والفريق. كل اللجان طبعا، كل اللجان المختصة طبعا كلها بتتأثر وتتأثر بالسلب وسريعا جدا جدا. تقنية الفي ار في أوروبا ما فيهاش مشاكل، في الدوري الإنجليزي ما فيهاش أي مشكلة. لا مش هتكلم على الكرة المصرية لأن هسألك على ده بس سؤال لاحق، لكن في الكرة الإفريقية لما اتطبقت في النهائيات سببت أزمات. ده إيه سببه برضه؟ رغم خلاص إن المعايير بتاعت الفي ار، الفي ار معروفة ما فيهاش اجتهادات. ما هي معروفة وما فيهاش اجتهادات وكل حاجة تمام، بس هرجع أقول لك برضه حتة برضه نفس النقطة كنت بتكلم فيها هربطها شوية ببعض، إن اللعيبة مش متعودة على السيستم. هي نفس القصة بالظبط، احنا كلاعيبه وكانديه وكاتحادات كوره والكلام ده كله في افريقيا مش متعودين على السيستم، مفيش نظام. فانت هتيجي تطبق نظام واحنا مش هتحط سيستم واحنا مش عايزين نتعامل بالسيستم، او ثقافتي الرياضيه وشغلي الاحترافي لا يتقبل السيستم، فطبيعي جدا حصل اعتراضات حتى على الفار هنعترض عليه لما بما ان هو سيستم، لكن غصب عننا هنعترض عليه يعني. فدي مشكله كبيره جدا. الفار بره زي ما انت قلت معروف ليه قواعد معينه ولازم ناس تتدرب عليه وحكام تتدرب عليه فتره طويله تقريبا 5-6 شهور او مظبوط حاجه كده 6 شهور. فدي عشان تنفذه لازم يبقى عندك الكوادر المؤهله انها تستخدم الفار، وغير كده بقى ان المدربين واللعيبه والاتحادات والجمهور يتقبل الفار. يمكن يتقبل الفار في ماتشات اوروبا، لكن لو جه عندنا هنا انا بقول لك يعني ان هتحصل كوارث. يعني حضرتك من انصار تطبيقه في الدوري المصري ولا مش من انصار تطبيقه؟ لا انا مش من انصار تطبيقه دلوقتي بصراحه خالص. لما نطبق السيستم بتاعنا الاول يبقى عندنا دوري مستقر الاول، يبقى عندك لجان مستقره، يبقى عندك تقييم ثابت للعيبه وتقييم تقييم ثابت للحكام، وعندك دوري ثابت انت عارفه طول السنه، تقدر تضيف سيستم تاني. لكن انت اساس السيستم الاساسي اصلا بتاع الكوره عندك مش شغال. فما ينفعش طبعا، مع احترامي طبعا لكل الناس، لكن ما ينفعش تجيب سيستم من بره عشان تحد من حاجه معينه جوه وتسيب الاساس. زي ما كنا بنقول دلوقتي احنا عندنا بوكسنج دي شغال على طول، ما فيش الدوري غير مستقر ولسه هيحصل، هنخش في قصص لسه قريب، تجمع المنتخب وتأجيل الدوري تاني وتأجيل المنتخب الأولمبي، وهنخش في قصة لا قدر الله تؤثر كلنا عارفينها. احنا من دلوقتي عارفين المشكلة وصاحب المشكلة بيتفرج لغاية لما تحصل بالظبط. يعني مش حاطين حتى بلان بي او سي ليها بالظبط. فأنا شايف ان الفار ده فكرة غير صائبة تماما لينا هنا خالص بصراحة، وجهة نظري ممكن ابقى غلطان يعني. طبعا انت شايف اصلا كده كده من غير الفي ار في مشاكل كتير، لما يطبق الفار كتير جدا انت هيزود لك المشاكل. ويقعد بقى ان الحكم ممكن ياخد بالفار ممكن لا. يعني حتى لو اتحددت القواعد والمعايير ان هي 4-5 حالات معروفه، ما هو انت الان ان يجي اي فاول في نص الملعب يقول لك انا عايز اشوف الفار. طب هل طلعت اول عايز اشوف الفار؟ هل احنا عندنا هنا قواعد ومعايير؟ بس دي قواعد ومعايير رولز كده حاططها الاتحاد الدولي بتطبق يعني على اتمنى يعني على الكل. مثلا الفار في اوروبا مش عكس الفار في افريقيا، لا نفس القواعد والمعايير هنا هي هنا، لان هي التقنيه اللي بيدربك عليها اصلا مختصين في الاتحاد الدولي. بس المسؤول عليها جوه مين؟ الحكم. الحكم بعد ما بيتدرب ياخد الرخصه. بعد ما ياخد الرخصه صح. طيب ما هو هترجع للحكم برضه، ما هو الحكم ممكن برضه يعمل نفس اللي بيعمله هو تاني برضه في استخدام الفار. فهي يعني يحصل ان يعني انا شايف ان يعني الفار ده مش وقته خالص. الفار ده بعد شويه اتطبق في, في 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 اوروبا بعد ما اشوف اوروبا ماشيه بسيستم بقى لها 20 سنه ما بيخرش الميه زي ما بيقولوا. يعني الدوري الانجليزي طبقوا السيزون كامل اوف لاين بالظبط، يعني بيشتغل الحكام شغالين عليه وغرفه الفار الناس شغاله عليه بس اوف لاين، بحيث بعد السنه الكامله دي وبيطبق اوف لاين يبدا يطبق بقى بشكل عملي وتبقى الناس عارفه التطبيق والطريقه شكلها ازاي بالظبط. لكن احنا فاكرين ان الفار هيجي هنا فخلاص الماتش كله هيمشي بقى دوس بلاي على طول، يلا دوس بلاي وقف ونرجع تاني، الموضوع هيبقى ازمه. طيب في الجزء الاخير من الحلقه هفتح معاك فكره اللي حضرتك اتكلمت عليها، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي وتاثير ده على المرحله الجايه في الدوري، وغالبا هيبقى الدور الثاني لان الدور الاول جدوله محدد لغايه 19/2. لكن قبل ما ادخل في الجزئيه دي، فجاه في خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا الكل طلع يتكلم على مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك واحتماليه اقامتها بعد الدور الاول. الدور الاول لو خلص هيخلص 19/2، دور الثمانيه في بطوله افريقيا والكونفدراليه هيبدا 28/2، يعني مده زمنيه حوالي 9 ايام او 10 ايام. في تفكير على ان السوبر يكون ما بين المباراتين او ان السوبر يتلعب بعد الدور الاول. هل شايف التوقيت يبقى مناسب او التفكير في السوبر دلوقتي مناسب،
او الحديث حتى على الدور الثاني من دلوقتي شايفه ازاي كجدول ومواعيد؟ والله انا اول حاجه لازم عشان اقول لك حاجه زي كده اقول لك وجهه نظري، لازم اول حاجه اشوف التوقيتات بالظبط يعني للفرق كلها والماتشات الافريقيه امتى يعني والمنتخب المفروض يتجمع امتى، يعني لازم يبقى قدامي خريطه كامله بصراحه عشان ما اقولش كلام. المنتخب لسه في ثلاثة، لكن يعني انا شايف ان المواعيد كلها معروفه، فسهل جدا ان احنا نرتب وسهل جدا ان احنا نقعد نعرف الماتش ممكن يتلعب امتى يعني. فالموضوع طب لو من 19/2 ل 29/2 ممكن يتلعب سوبر في وسط ال 10 ايام، خاصه ان 19/2 ده اهلي وزمالك. يعني ممكن مباراه اهلي وزمالك ثانيه بعدها باربع خمس ايام. تمام، ايه المشكله؟ عادي، انا مش شايف فيها مشكله خالص. احنا ليه عاملين حساسيه دايما في القصه دي؟ وطالما ان احنا بنعمل حساسيه يبقى في حساسيه فعلا بقى. يعني واحنا بننقل لسه الثقافه دي تاني، ايه المشكله ان نلعب؟ قبل كده برشلونه وريال مدريد لعبوا في اسبوع ماتشين. ايه المشكله؟ فين المشكله في الموضوع؟ طب تجاريا وتسويقيا ما ياثرش على قيمه المباراه؟ يعني الناس بتبقى متلهفه لما تتفرج على ماتش ريال وبرشلونه، لما يلعبوا السبت ويلعبوا الثلاث، اشتياقك لمتابعه المباراه يوم السبت غير اشتياقك لمباراه الثلاث، لان انت شايفهم من يومين ثلاثه. ايوه بس انت في عندك في حاجه، بص احنا عندنا برضو هرجع تاني، عندك نظام، النظام ده لازم تمشي عليه. ممكن يحصل حاجات في النص، حاجات بتبقى صعبه على حد وعلى حد مش صعبه، ممكن تاثر، ولكن مجملا انت بتبقى ماشي بنظام، عارف مواعيدك ايه، عارف اللعيب يبقى جاهز عندك امتى، من قبلها بشهرين وثلاثه واربعه، والمفروض قبلها بسنه. فانا مش هقف اقول في ماتش معين اصداء قريب من الماتش ده، او ممكن تاثر تسويقيا في ماتش، وانت عندك الدوري كله هنقف على الماتش ده؟ لا، خلينا نخرج بره ان احنا نقف على الحاجات الاستثناءات ونبني عليها، خلينا نعمل نظام. طب ما انت عندك ماتش برشلونه ريال مدريد اللي فات اتاجل، اتاجل لظروف امنيه في كتالونيا، متاجل شهرين صح، لظروف ما صح، استثناء، لكن ما بنيش عليه من اول السنه ان انا لازم اغيره، لا هو حصل استثناءات واستثناءات سياسيه. تمام، ويمكن النقطه دي كمان نقطه مهمه يمكن تطرقنا ليها، ان الحساسيه، يعني ريال مدريد وبرشلونه في حساسيه قويه جدا بين الفرق بين الناديين، وفي حساسيه ثانيه بقى سياسيه ان برشلونه او كاتالونيا عايزين ينفصلوا. تمام، شوف حتى الاعتراض بتاع ال 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 اعتراض جماهير برشلونه، اعتراض جماهير برشلونه لما جم يعترضوا الماتش الاخراج ما على الموضوع. لا شوفوا، لا هو الاخراج جابها وكل حاجه، بس قول طلع من فوقها، بس شوف طريقه اعتراض الجمهور لما اعترض في شيء سياسي قوي جدا، عمل ايه؟ رموا كور في الوقت اللي فيه اللاعب كان متعور والوقت واقف. تقصد الطريقه كمان، طريقه الاعتراض. يعني دي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ان اللعيبه بالثقافه نفسها، حتى ثقافه الاعتراض، وفي حاجه مهمه جدا اكيد، وفي ماتش وفي ناديين بينهم حساسيه، اعترضوا بشيء، رموا كور جوه الملعب، ورموا يمكن 40 كوره، لقيت مش عارف ان في 40% ان كاتالونيا بتساهم في 40% من دخل اقتصاد اسبانيا، اقتصاد اسبانيا. فشوف الطريقه كانت عامله ازاي، يا ريت ده ننقله برضو للانديه وننقله للجماهير يعني. طيب اخر سؤال وباختصار، اتفضل. مع مطلب الكابتن حسام البدري بتاجيل الدوري في يناير وفبراير عشان يعمل معسكرات لمده ايام بسيطه، ولا لا الدوري يستمر في مواعيده؟ لا طبعا ده تهريج يعني، مع احترامي طبعا لكابتن حسام، ده تهريج، مفيش حاجه اسمها ان ناجل الدوري تاني الكلام ده مش في اجنده، يا ريتنا بقى. والمفروض هو يعني مدرب كبير وفاهم، خلاص مفيش حاجه اسمها مدرب يطلب تاجيل للدوري، ده عمر ما في حد في الدنيا بيعمل كده. انا نفسي اعرف الكلام ده موجود فين قبل يعني، نفسي اشوفه في حته في العالم يعني. تمام، اتمنى ان الكلام ده ما يتعملش، واتمنى ان احنا يبقى عندنا اتحاد كره يبقى قوي شويه، يقدر يفصل شويه بين الاتحاد في هذه الموضوعات، في الموضوعات الشائكه دي. تمام، أتمنى. كابتن تامر بجاتو، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجودك معنا في قناه الاهلي. اشكرك، انا متشكر جدا، ميرسي جدا، كنت معاكم النهارده، ونتقابل تاني ان شاء الله. اكيد هيبقى لنا الشرف بالتاكيد. شكرا. بشكر بالتاكيد الكابتن تامر بجاتو على هذه الفقره الفنيه والحديث عن الكره المصريه ومشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، مباراه الاتاني وستارز ان شاء الله يوم السبت في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. لكن الفقره القادمه فقره مهمه جدا، لان معانا
إذاعي كبير وشخصية إعلامية كبيرة جدا، ليه طبعا صولات وجولات في الملاعب سواء المحلية والإفريقية. فرصة النهاردة معنا ونتكلم معاه عن المباراة الإفريقية ومباراة الأهلي وبلاتينيوم، وكمان فرصة أن نتكلم مع الإذاعي الكبير دور الإذاعة كمان في التأثير على المستمعين ومتابعي كرة القدم في السنوات السابقة بالمقارنة بالسنوات الحالية أو السنوات القادمة. فاصل، وبعد الفاصل الأستاذ سمير حسين الإذاعي الكبير في الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، وفقره مهمه جدا لانكم هتسمعوا صوت كان دايما صوت مميز دايما بتسمعوه في الاذاعه، ودايما كده لما بنسمع اذاعه الشباب والرياضه والصوت المتميز لعدد من القامات الاعلاميه والاذاعيين الكبيره طبعا الكبار اللي كانوا موجودين في اذاعه الشباب والرياضه، كنا نحب دايما بقى نشوفهم على الطبيعه او نتكلم معاهم عشان نسمع ونشوفهم ازاي بيتكلموا في الكوره، ازاي بيحللوا الكوره، لان دايما الاذاعه بيبقى صوت المعلق او صوت الاذاعي بيبقى صوت مميز جدا، واهم حاجه في الاختيار او اختيار الشخصيه اللي بتقوم بالدور ده اهم حاجه الصوت. فالنهارده احد الاصوات المتميزه والاذاعي الكبير الاستاذ سمير حسين بينورنا وبيشرفنا النهارده في قناه النادي الاهلي عشان نتكلم معاه في الكوره ونسمعه بقى ونشوف صوته وصوره ونتكلم معاه في الكوره بشكل مستفيض اكتر. استاذ سمير منورنا ومشرفنا. اهلا بيك استاذ محمد، نورك، وانا سعيد جدا بلقائي معاك ومع كل جماهير النادي الاهلي. اكيد شرف كبير لينا، ومحتاجين نتكلم بقى عن الاهلي في افريقيا. ولما اتكلم عن الاهلي في افريقيا واسترجع الكواليس والذكريات، دايما الاذاعه كان ليها دور كبير جدا في نقل الاحداث والمباريات، والناس كلها في مصر كانت تقعد ماسكه كده الراديو ترانزستور بتاع زمان نقعد نسمع كده ونشوف ايه اللي بيتقال والوصف والتحليل بتاع المباراه والنتيجه. لان طبعا انت عارف ما كانش وقتها البث الفضائي والحقوق التجاريه وحقوق البث الفضائي، ولا كان في تليفون محمول ولا كان في حاجات دي طب كنتوا بتعلقوا ازاي على المباريات؟ يعني كانش في تليفون محمول ومثلا حضرتك موجود في كوت ديفوار او في الكاميرون او في غينيا، طبعا الامكانيات هناك صعبه جدا. بتشتغل على ده ازاي؟ كنا بنعاني، كانت معاناه كبيره جدا قبل السفر، بنتصل بالراديو الدولي والراديو الدولي بيتصل بالراديو الدولي هناك في الدوله اللي احنا مسافرين فيها، وبيطلب منهم ان هو يوفر خط تليفوني علشان نقدر ننقل احداث المباراه من الملعب الخاص بالمباراه. بنعاني لان كان المعاناه لانك انت الخط ما كانش مباشر على طول على القاهره، كان بيلف عن طريق اوروبا وتاخد وقت طويل، وبعدين ما تبقاش عارف اذا كنت انت فعلا مع القاهره ولا مش مع القاهره. سنه 82 لما الاهلي خد البطوله الاولى في افريقيا اللي كانت في غانا في كوماسي، الاستاذ حسام فرحات كان معاه كابتن ميمي الشربيني، استاذ حسام فضل يذيع المباراه لمده 90 دقيقه وصوته ما وصلش. ما وصلش خالص. وحتى الناس بقت هتتجنن، يعني هو الاهلي كان عامل ذهاب رائع 3-0 والعوده الناس خايفه، ولكن الناس مش عارفه ايه النتيجه، ايه اللي حاصل. في ناس قالت النتيجه خلصت بالتعادل 0-0، في قال لا دي مش 0-0 وقعدوا فتره طويله هي 0-0. لكن بعد كده لما اتصلنا بالاستاذ حسام بقى اتعرفت النتيجه انتهت 1-1 تعادل للاهلي وحصل على البطوله. معاناه، كانت معاناه رهيبه جدا. التليفون المحمول فعلا بعد كده حل المشاكل دي بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. يعني احنا كنا بنتصل بالسفاره بتاعتنا وبنتصل باعضاء السفاره يستنونا وان هم يكونوا معانا في الاذاعه اللي في الدوله الفلانيه اللي احنا مسافرين فيها، وكنا بنعمل معاهم كل المحاولات علشان يخلي الصوت يوصل، علشان ممكن لو فريقهم مغلوب او فريقهم مش حظوظه مش كويسه ممكن يضايقونا وما يخلوش الصوت يوصل للقاهره. فكنا بنعمل معاهم محاولات كتيره جدا علشان نقدر نوصل الصوت بتاعنا للقاهره، لدرجه ان احنا احيانا كنا بنستخدم تليفون لاسلكي بناخده من مصر هنا وناخده معانا هناك علشان برضو نوفر حكايه الاسلاك اللي بتاخد مسافات طويله وعدد امطار كتير. فمعاناه كبيره جدا لغايه التليفون المحمول محل هذه المشكله. اتحلت قضايا كتير بقى وقصه كتيره طبعا حلت مشاكل كتيره جدا. كل حاجه اتغيرت. الاهلي صحيح يعني البطوله الافريقيه نفسها اتغيرت، يعني بطوله افريقيا نفسها اتغيرت. احنا كنا بنذيع وكانت البطوله من خروج المغلوب يعني الغالب مستمر على طول. دلوقتي بقى انت عندك دور رئيسي، دلوقتي كان دور 8 دور رئيسي، بقى دور رئيسي في دور 16 حاليا دلوقتي. مظبوط. النادي الاهلي
طبعا الجوله الثالثه هتبدا بقى يوم السبت بالنسبه لنا احنا النادي الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم السبت هما الاثنين. بصراحه انا شايف ان عينينا لازم تكون على الماتش الثاني برضه، لازم نهتم بيه اللي هو مباراه اللي هو نجم الساحلي والهلال. مظبوط. انا نفسي ما يتبادلوش الفوز، بمعنى الفريقين يتعادلوا سواء في الجوله الثالثه او الجوله الرابعه. ما هم الجولتين مع بعض، لان دي الفتره الجوله الثالثه والرابعه دي فريق واحد بيلعبوا بعض. بالظبط. اتمنى ان هم يتعادلوا، دي نمره واحد، او واحد فيهم ياخد اربع نقط وليكن الهلال. طب اقول لك على حاجه، بيجي الجمهور يقول لك ايه، طب انا ابص للفرق الثانيه ليه؟ ما انا لو اكسب الماتشين بتوع زيمبابوي ماشي هبقى تسع نقط، بس لازم اكون محصن نفسي. النجم الساحلي جاي لي، ايوه اقدر ان شاء الله اكسب باذن الله. انا عايز اتاهل وعايز اتاهل اول، وهو الاهلي قدام يا استاذ محمد الثلاث مباريات اللي جايين في الثلاث جولات الجايين دولت بتسع نقط، لازم ياخدهم الاهلي باذن الله ان شاء الله. اولا فريق بلاتيني، ام فريق مهزوم في الماتشات بتاعته لغايه دلوقتي، ما عملش حاجه، بيتغلب على ارضه من النجم وده على ارضه من الهلال ومن النجم ثلاثه. يعني ما نقولش ان احنا بنقابل هو فريق صعب وممكن الظروف بتتغير، وسابع كمان المدرب بيتغير عندهم كمان دلوقتي حاليا. مظبوط. فالاحسن يعني لازم انا علشان زي ما انت بتقول كده لازم افوز. انا هلعب في القاهره اولا، لازم اخد الثلاث نقط، بعد كده اما اروح هراري اخد برده الثلاث نقط، وهيجي لي النجم بقى هنا في الجوله الخامسه. دي مباراه سائريه اساسا، ومباراه انك انت بتحدد فيها صعودك المتصدر او تاهلك لدور الثمانيه وتتصدر كمان، لكن بلغه الحسابات لازم تنظر عشان تبقى الاول. انا شايف ان الهلال يكون لا اما ياخد الاربع نقط من النجم، لا اما يتعادلوا في الماتشين. بتمنى كده يعني، ده امنيه، لكن ايه اللي هيحصل الله اعلم. بس الهلال لو خد الاربع نقط من النجم انت هتصعب مباراه الجوله الاخيره. لا يعني هتصعب مباراه النجم الساحلي. النجم الساحلي اربع نقط وعنده ثلاثه هيبقى سبعه. سبعه. والنجم عنده ست نقط ومنهم نقطه برضه سبعه. سبعه. هيبقى سبعه سبعه والاهلي تسعه. وياخد ويغلب النجم يبقى 12. انت عايز بقى الاهلي والهلال يتأهل. يبقى كده الاهلي تأهل الاول. خلاص انتهت. الاهلي هيبقى اول. بالظبط كده. قبل ما يلعب المباراه بتاعت الهلال. المباراه هتبقى ما بين الهلال وبين النجم، مين فيهم اللي يوصل مع النادي الاهلي؟ طبعا بالتاكيد عشان الكابتن حماده صدقي مع نادي الهلال، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. عايزينه بقى هو يعملها بقى. ويعمل هدايا للاهلي كويسه بقى من الموضوع دوت يعني باذن الله ان شاء الله. دي امنيه، دي امنيه، بس انت عارف الكوره والارض الواقع بيقول حاجه ثانيه، والاحداث ومحدش يعرف السيناريو ممكن يمشي ازاي. سواء الاعلام دايما بيحب يبقى عنده لغه الحسابات واللغه الرقميه ونتائج الذهاب والعوده التوقع والتوقع والكلام ده. طيب. لكن لو تبادلوا الفوز بقى، يعني كل واحد فاز على ارضه مثلا يعني وخد الثلاث نقط، هيخلونا نبقى عندنا حساسيه شويه. هيبقى خلاص هيبقى النجم تسعه والاهلي تسعه مثلا ان شاء الله، والهلال سته. فتبقى القصه لا موجوده بين الثلاثه، كل واحد عنده طموحات. افضل نتيجه الاثنين يتعادلوا في الماتشين. ايوه طبعا في الماتشين دي اجمل حاجه، ان هم يتعادلوا في الماتش ده والماتش ده. الماتش ده والماتش ده بالظبط. يا اما الهلال ياخد اربعه. تفرق مع الاهلي صداره المجموعه؟ طبعا. يعني هو التاهل باذن الله ده في المقام الاول، لكن الصداره تفرق؟ طبعا. ليه؟ لانه هيكون اول مجموعه بتديله احساس انه الفا انه الاول يعني، ولما يجي يلعب مع الفريق الثاني مستنيه هو اللي هيتحدد يلعب معاه. بس يعني هو هيلاعب مين بقى، هي دي المشكله برضو. تاني من المجموعات الثانيه لما بتعمل القرعه ساعتها. طبعا ما عدا الثاني بتاعك اللي هو المجموعه بتاعتك بالظبط يعني. بيتم حجب الثاني اللي كان معاك في المجموعه. وبتبقى مع الثلاثه الثانيين بتبقى مباراه رائعه. هل ممكن يبقى حد من مصر يعني اثنين من مصر يكونوا في وارد طبعا، لان القرعه مش موجهه. القرعه لما بتتعمل يوم 6 فبراير بعد اخر جوله، الجوله الاخيره ان شاء الله يوم 1/2. ايوه 6/2 هيتحدد بقى ساعتها المواجهات اللي ما بين الاربعه المتصدرين والاربعه اللي واخدين لغايه النهائي. تهيألي هتتعمل القرعه لغايه الفاينل. لغايه الفاينل. لغايه الفاينل. بس هيتحدد بقى الاول ماتش دور الثمانيه هتلاعب مين من التواني في الفرق المجموعات الاخرى، وكمان لما تكسب هتواجه مين في المقص مع الفرق الثانيه في السيمي فاينل او حتى في الفاينل. بس هو الاتحاد الافريقي ما حددش لغايه دلوقتي الفاينل هيبقى فين لغايه اللحظه دي لسه، مع انهم قالوا هيذكروه في الفتره السابقه، قالوا هيعلنوها وما اعلنوش لغايه دلوقتي. هم هل منتظرين دور الثمانيه؟ هم حصروا الملاعب ما بين خمس ملاعب، اربع ملاعب منهم لاربع انديه موجوده في البطوله لغايه دلوقتي. أيوه. ما عدا ملعب الجابون، الملعب الرئيسي للعاصمه الجابونيه البروفيل، مفيش فريق من الجابون. بيقال لكن ممكن يتلعب في المغرب، لكن ملعب كازابلانكا موجود، الملعب اللي موجود في الدار البيضاء في كازابلانكا، استاد القاهره مرشح، الوداد والرجاء مع الفريقين موجودين في البطوله. استاد القاهره مرشح، استاد سكر سيتي في جنوب افريقيا مرشح، استاد الهلال السوداني في الخرطوم مرشح،
دول الاربعه المرشحين لان هم الاربع انديه موجودين في فعلا في البطوله. الملعب الخامس المرشح للعاصمه ليبروفيل جابون اللي هو ملعب رئيس الملعب الرئيسي للبلد ده الوحيد اللي خارج الانديه اللي موجوده في البطوله. هل ممكن يختاروه؟ لغايه اللحظه دي مش واضحه، بس حسب المعلومات يا ملعب كازابلانكا يا اما استاد القاهره الدولي. والخوف بس ان هو في الموسم الماضي مع المشكله اللي حصلت ودي اول مره كانت تحصل في مباراه الوداد والترجي ان هو عشان كده ملعب رادس مستبعد. قيل للوداد ان هنعوضكم. لا ما اعتقدش ان الكوره فيها تعويض يعني. لا هو طبعا كانت تصريحات بس ما كانتش واضحه قوي في الملف ده. هو خطا. ولو تصريح قيل يبقى تصريح خطا لا يقال. الايام بيننا وهتكشف والماتشات موجوده وهنشوف. والوداد موقفه صعب. والوداد موقفه صعب، المجموعه صعبه كمان. متعادل ماتشين لغايه دلوقتي. الوداد متعادل مع سان داونز الجوله اللي فاتت على ملعبه. البطوله قويه، الفرق كمان كلها قويه يا استاذ. فمش باينه قدامه ان هو ممكن لسه يكمل وما يكملش، الله اعلم. الوداد عنده على فكره ازمه كبيره زي الاهلي. اهم ثلاث لعيبه عنده مصابين. يعني بابا توندي اللاعب الافريقي، صلاح الدين سعيدي نجم خط الوسط الدفاع، اشرف هداري ولسه مهزوم من الرجاء اهو. ما هو في مباراة الرجاء الأخيرة أشرف داري لما جات له رباط صليبي ثلاث إصابات مؤثرة قد يعني لا يعني لا ممكن ما يكملش، ممكن ما يكملوش الموسم. لا يعني الوداد ممكن ما يكملش يوصل الثلاث إصابات مؤثرة. أنت بتتكلم زي إصابة محمد محمود وحمدي فتحي. فإصابات لغاية نهاية مؤثرة الموسم. طبعا. بالظبط كده. مع الخسائر في البطولة المحلية كمان من الرجاء، فده ممكن يبقى ليه تأثير حتى على المشوار. وبرضه لازم نذكر نادي الزمالك إنه هو طريقه نفس طريق الأهلي، لأنه اتهزم برضه في المباراة الأولى وفاز المباراة الثانية، لكن هو حظه إن الهلال عندنا فاز عنده ثلاث نقط، لكن هو عنده الاثنين اتعادلوا. اللي هو زيسكو فرصة طيبة إن هو يعدل. الاثنين اتعادلوا فمدياله الرحية شوية. هو يعدي موقفه في مباراة زيسكو بقى. بالظبط. لو فاز الماتشين بتوع زيسكو اعتقد الزمالك يكمل يعني. طيب لو نستعرض معاك بقى قبل ما نخش على الدوري المحلي، المجموعات الاربع مجموعات في البطولة الافريقية، مازيمبي الزمالك زيسكو اول اغسطس، ترتيب المجموعات يعني خلال الجولة الثالثة والرابعة هيحدد الطريق طبعًا والمشوار. طبعا. نفس الامر مجموعة الاهلي. طيب المجموعات الثانية بقى شايفها ازاي في المستوى؟ يعني سان داونز، اتحاد العاصمة، الترجي ماشي على طول. الترجي ماشي. هنيجي للترجي بس. سان داونز، الوداد، اتحاد العاصمه، بيتر اتلتيكو. هو الترجي عايز يعني عمل في البطوله العالم للانديه بدايه ما كانتش كويسه، لكن قدر يحسم ياخد المركز الخامس في البطوله. الترجي بتلاقيه شويه كده وشويه كده. فريق فيرست تيم ما فيش بعد كده، قوي جدا على مستوى القاره، وخاصه ان فريق مؤسسي يعني زي الاهلي وزي الهلال السعودي، من الفرق او الانديه العربيه اللي تعتبر انديه مؤسسيه، يعني عندها مؤسسات رياضيه عاليه على اعلى مستوى. مظبوط. ففريق الترجي لازم تعمل حسابه وان هو ممكن يوصل فعلا للمربع الذهبي، وممكن يوصل للمباراه النهائيه. وصل مرتين ورا بعض وحصل عليهم باي شكل من الاشكال، سواء بقى بالحلال بالحرام. طيب. بيذكروا الكلام دوت. طيب. حصل عليهم. طيب. فالترجي موجود. تمام. اوكي. الرجاء اعتقد عنده دفعه معنويه عاليه جدا بعد اللي عمله مع فريق الوداد، سواء في البطوله العربيه او في الدوري المغربي، وكسب فيتا في الكونغو، وغلب فيتا في الكونغو، يعني غطى المباراه الاولى مع الترجي اللي عملها. فالرجاء برضو طريقه اعتقد هيمشي برضو. هيمشي كويس يعني. مين تاني بقى موجود معاه في المجموعة؟ شرط القبائل، ثلاث نقط زي الرجاء. هتبان الجولة الثالثة والرابعة هتحسم بشكل كبير قوي المجموعات كلها. هم هيلعبوا بعض. الجولة الثالثة والرابعة مع بعض. التعادل بقى أو الفوز والثلاث نقط وثلاث نقط هيحسم. ممكن تحسم لهم الموقف. هيحسم بشكل كبير. طيب، واحنا بنتكلم عن المجموعات وبنتكلم عن البطولة الإفريقية لازم نتكلم برضه. سان داونز هيوصل. سان داونز؟ هيكمل. سان داونز مش ملاحظ يا استاذ سمير ان هو من الفرق الكواليتي بتاعها في افريقيا مش افريقيا؟ يعني دايما بيعتمد على لعيبه من امريكا الجنوبيه، بيرو، البرازيل، ارجنتين، عنده لعيبه دايما محترفين جايين من امريكا الجنوبيه. الكره اللي بيقدمها سان داونز مش الكره الافريقيه اللي هي الكره الكلاسيكيه المعروفه. حتى المدير الفني بتاعه هو المفروض اصلا افريقي، موسيماني افريقي، لكن ومدرب في جنوب افريقيا وابن المكان، ابن البلد. لكن سان داونز دايما السنوات الاخيره بتحس ان هو لا، مختلف شويه، واخد المدرسه البرازيليه، واخد طريقه وتدريب وتفكير الانديه الاوروبيه. واخد بطوله 2016. واخد 2016 من الزمالك. والسنه اللي فاتت خرج من قبل النهائي بالظبط امام الوداد. الوداد اتعدى معاه وقدر يتخطاه يعني ويوصل للمباراه النهائيه.
انا نفسي ان احنا نقابله، لان احنا لازم نتخطاه ونقول له مين الاهلي. وهم كانوا بيتمنوا ده في دور المجموعات، لان قال لك الاهلي لو قابلنا في الادوار النهائيه هتبقى مباراه سائريه صعبه طبعا جدا. لان لازم يعرف ان النادي الاهلي مش سهل كده يعني، وهو عارف ان النادي الاهلي خد منه بطوله قبل كده. هو بيتحاشى المقابله المره دي، ومن اورلاندو يعني من افريقيا نفسها، من جنوب افريقيا نفسها بطولتين واخدينهم من جنوب افريقيا، فهم بيتحاشوا النادي الاهلي، وهي كانت ليها ظروف خاصه ان شاء الله ما تتكررش تاني يعني هذه الظروف الخاصه باذن الله. طيب هتكلم بقى عن الدوري العام. الجوله العشرة كانت ساخنه جدا وفيها نتائج كبيره، ابرزها طبعا الفوز الاول، الفوز الاهلي على الاتحاد كان بنتيجه كبيره 4-0. وفي نتائج تانية بقى، الفرقة تانية في الدوري كانت فيها مفاجآت وكانت فيها نتائج غريبة. تعليقك على الجولة العشرة وتعليقك على النتائج وتعليقك على الأهداف، شايف الجولة دي مؤشر لإيه بالنسبة للمرحلة الجاية؟ الجولة العشرة ده جولة مثيرة جدا. النادي الأهلي عمل نتيجة كبيرة مع اتحاد السكندري، اتحاد السكندري طبعا مش هو الاتحاد السكندري بتاع السنوات السابقة، اتحاد السكندري مع كابتن طلعت يوسف حاجة تانية خالص، مدعم نفسه كويس، واعتقد كمان هيدعم نفسه لسه كمان في يناير اللي جاي. وصل لبقى تاني الدوري، يعني الاهلي كمان بيلعب الاتحاد، كان الاهلي الاول والاتحاد التاني. النتيجه الكبيره دي ان الاتحاد تراجع في الشوط التاني عن الشوط الاول، الشوط الاول عمل مباراه رائعه جدا مع النادي الاهلي، وتوزيعه اللعيبه كانت في ارض الملعب بشكل رائع، وواضح الناحيه التكتيكيه الموجوده عندهم عاليه، وكابتن طلعت عامل شغل كبير جدا مع فريق الاتحاد. النادي الاهلي مع فايلر حاجه تانيه، ويمكن اعتقد الانديه دلوقتي بقت تعمل حسابها قدام فايلر، ما بقتش مباراه هلاعب النادي الاهلي، حتى نادي المقاولون بيقول ان هو بياخد ماتشاتهم من الاهلي المقاولين، فبيقول لك ان احنا بنعاني لان احنا بناخد اللي الاهلي غلبهم، فبيبقى جاي بقى جاي بقى عاوز عاوز يستنفر، بيستنفر نفسه وعاوز يخلص من الهزيمه وعاوز يعوض، فهم بيعانوا من هذه النتيجه. لا اللي يكسب واحنا نعاني. ايوه هم يعانوا فيها، بس ما شاء الله بيكسبوا بالظبط. يعني هم برضو بقوا تاني الدوري، المقاولين تاني الدوري، ومقاولين عمل مباراه رائعه مع الاسماعيلي. الاسماعيلي في مشكله موجوده في الاسماعيلي، ومشكله برضو بتاعته اداريه. الاسماعيلي يمكن في لعيبه كويسه، لكن الاسماعيلي طول عمره بيقدم لعيبه كويسه وبيقدم لمصر لعيبه موهوبه، لكن في مشكله موجوده دلوقتي. هل هي ناحيه ماليه؟ هل هي ناحيه جهاز فني؟ هل ولا هل تعتقد ان الاسماعيلي كان بيتميز بقطاع الناشئين؟ افتقد دي السنوات الاخيره بقى، فدايما بيعتمد على ان هو يشتري. فاللاعب اللي متربي في اسماعيليه او متربي عنده في الاسماعيلي الكواليتي بتاعه عكس اللاعب اللي بتشتريه من بره، فالاسماعيلي فقد هويته. نعم، ده جزء ممكن يكون من تاثير النتائج على الاسماعيلي في الدوري، وهو ده اللي مخلي جمهوره زعلان وحزين، لان مش هو ده الاسماعيلي اللي هو الكره البرازيليه. بنستمتع بالكره الاسماعيليه، الاداء ده فين اسماء رهيبه جدا مرت على النادي الاسماعيلي، وجماهير الكره المصريه كلها بتحبها وتعشقها من الاداء بتاعها الرائع اللي كان موجود. انت الكوره ايه هي غير انك انت بتتفرج على اداء جميل رشيق بيخليك تبقى معجب بالاداء اللي موجود قدامك، مش حكايه ان انا بشجع ده او ما بشجعش ده، لكن انت عاوز تشوف كوره جميله على ارض الملعب، بتشاهد ارض الملعب، بتبقى مبسوط من الاداء اللعيبه اللي تبقى موجوده فيها. الاسماعيلي كان كده بالظبط، هو ده كان اسماعيل درويش، وكانوا الصمبا البرازيليه اللي بتخليك تتمتع بالكوره. الجمهور بيفتقد الحكايه دي دلوقتي. هل الجماهير عدم وجودها سبب؟ جايز ممكن، هل الاداره علشان انا سامع ان الاداره عنيده وما بتسمعش كلام الجماهير او بتستجبش لطلبات الجماهير؟ الاداره اداره برضه، والجمهور جمهور. ما هو برضه في من ضمن اللي بينتقد لعيبه كبار من الاسماعيلي، لعيبه كبار منهم الكابتن علي ابو جريشه، منهم الكابتن اسامه خليل، منهم الكابتن سيد عبد الرازق، منهم لعيبه كبار موجودين في الاسماعيلي مش عاجبهم، لكن يقدر الاسماعيلي يعوض، لسه عندهم صحه وقت ومساحه مباريات. بس هل يعوض ليه؟ الجهاز طب هيعوض ليه يا استاذ محمد؟ يعني على الاقل المراكز يوصل مربع ذهبي، يوصل مربع ذهبي. لكن الاسماعيلي مش هيقدر يعمل حاجه اكتر من كده. لكن المقاولين ممكن يستقر في المربع الذهبي، بس عايز الاستمراريه، ولا مرحله زمنيه؟ عايز استمراريه، لان الدوري المصري دايما بحس كده دوري القطبين، يعني مهما جه فريق جديد، فريق بيحاول يستقطب ابرز النجوم ويخش في المنافسه، لكن بحس ان هي مرحله زمنيه. يعني مره المقصه طلع فتره، مره بتروجيت قبل كده كان بينافس، فين المقصه دلوقتي؟ مره الحرس كان بينافس، السنه اللي فاتت بيراميدز، لكن في الاول والاخر في النهايه هتلاقي الدوري المصري هو دوري القطبين، الاهلي والزمالك. ده لغايه دلوقتي كده صح؟ حتى لو الزمالك بعيد مؤقتا دلوقتي، لكن بس هو بشكل موجود. عام هو اللي موجود على الساحه، وهو موجود يعني هو دلوقتي السادس، لكن فجاه ممكن تبقى الثاني، وممكن بينافس الاهلي، يا صراع نقطة موجود بينهم وبين بعض النقط، يعني يبقى صراع.
مباراه ونص، مباراتين، مش عارف ايه النتيجه الجايه، النتيجه اللي بعدها. طالما الاهلي بيفوز بيصدر بقى لكل المنافسين صعوبات. اه طبعا اكيد. الحاجه بقى اللي انا عايز اقولها، يناير هيبدا اهو الاسبوع الجاي بالظبط. كل سنه مصر كلها طيبه يعني. كل سنه وانت طيب. السنه اللي فاتت احنا شفنا السعار الكبير اللي كان موجود على النادي الاهلي، ان كابتن عامر حسين موفر مباريات الاهلي لشهر يناير عشان يكون عمل صفقاته الجديده الشتويه علشان يقدر يلعب ويجيب النقط وياخد الدوري، وبيأجل له المباريات المهمه العاليه الكبيره ليناير وما بعد يناير علشان يقدر يكون بالصفقات الشتويه يعمل كذا، وان المفروض الصفقات الشتويه للدور الثاني وليس للدور الاول. انا عايز اساله السؤال ده. الدور الاول هيخلص 19/2. ده الدور ده احنا في الدور الاسبوع ال11 هيبدا واحد، يعني هيشتغل في 1 يناير. الاهلي هيلعب 1 يناير. الدور الاول اللي هو الاسبوع ال17 هيخلص 19/2، يعني بعد الانتقالات ما تخلص بشهر كمان. فين بقى ان كان كابتن عامر حسين بيوفر كل حاجه للنادي الاهلي عشان يعمل الصفقات الشتويه؟ كله كان كلام في الهواء. طيب السنه دي الاهلي عنده مباراه مؤجله مع الزمالك اولا ثم مع المصري. الاهلي هيلعب مين اولا؟ هيلعب المصري قبل الزمالك. ليه ما هيتكلموا يقولوا فين الترتيب؟ المفروض الزمالك قبل المصري. فين الترتيب؟ السنه اللي فاتت برضو قعدوا يتكلموا على الترتيب، وان الكابتن عامر حسين عمال يوفر للنادي الاهلي يديله ماتشات ضعيفه الاول علشان الماتشات القويه يكون هو عمل الصفقات الشتويه بتاعته. فين الترتيب دلوقتي؟ فين الترتيب؟ وفين دور اول ودور ثاني؟ فين الصفقات الشتويه مع الدور الثاني والصفقات الصيفيه مع الدور الاول؟ فين الكلام ده؟ لكن هو كانت حاله من خلق جدل وخلاص. خلق جدل وخلاص. وبتعمل فتنه بقى يا استاذ محمد الحكايه دي اكيد للاسف، لان طيب. الناس كلها بقى الزملكاوي طبعا شايف ان انت مظلوم، شايف نفسه مظلوم، وان اتحاد الكوره كله مع النادي الاهلي وانه بيوفر للنادي الاهلي كل شيء عاوز يعمله النادي الاهلي، وهي الحقيقه مش كده، وهي الحقيقه مش موجوده كده. طيب واحنا بنتكلم على مباراه الدوري، المفروض في فرق لما بتلعب بعضها المكسب مش 3 نقط، لا 6 نقط. يعني طنطا لما لعب اسوان ويطلعوا 2-2 الاثنين خسرانين طبعا، بس هيرتضوا بالنقطه برضه في الاخر. والسنه اللي فاتت حضرتك عشان الدور الاول، لا يعني باش يعني اللي هيخسر مش هياخد اي حاجه خالص. هو اللي كان متقدم اسوان دايما هو المتقدم في 1-0 2-1 وبعدين بقت 2-2. الطنطا هو اللي كان بيدور على ان هو ياخد النقطه، انه يتعادل. بالظبط. زي حرس الحدود مع انبي، مش عاوز انبي يفوز عليه بالظبط، وبرضه كان الكابتن طارق العاشري مرتضي بالنقطه. طيب السنه اللي فاتت الداخليه كان عامل دور اول في منتهى الروعه، كان تقريبا العاشر ال11 كده، وفضل برضه مرتضي بحكايه النقطه في الدور الثاني، ما عملتلوش حاجه لان الفرقه الثانيه كسبت. اللي تحت بيه بقى، اللي تحتيه بقى، اللي تحتيه عدى. بدا يفوز فعدى. فالنقطه ما بتنفعش، لازم يبقى في توجه واستراتيجيه جديده لاي فريق من الفرق اللي تحت دي علشان لازم يعبر وياخد الثلاث نقط، لان الثلاث نقط هي فعلا المعبر الحقيقي عشان توصل لمنطقه الامان مش النقطه. طيب نتائج مصر المقصه نتائج غريبه. والكل كان متوقع ان المقصه وحتى كان من ضمن المنافسين في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، لكن السنه دي هل بيواجهوا سوء حظ؟ هل عدم توفيق؟ باع لعيبه. بس بالعكس مهمة. خلال السنوات اللي فاتت لما كان بيبيع لعيبه كان بيطلع لك كل سنه لعيبه ثانيه. ما جابش بقى. ما بقاش فيه على مستواهم. على نفس الاجانب اللي عنده كانوا في منتهى الروعه، كان عنده 3 اجانب تقريبا هم اللي كانوا بيجيبوا له الفوز وبيحاولوا يفوزوا وكانوا مخليين اللعيبه الثانيه. افتقد جون انطوي. طبعا افتقد. وتراوري. وايريك تراوري. طبعا. ده اخطر من جون انطوي كمان. الحاجه الثانيه ده كان اللعيبه الاجانب دولت مخليين مثلا الكابتن حسين الشحات والكابتن احمد الشيخ ميدو جابر واحمد سامي ده كان في مجموعه يعني كلها ايام الكابتن ايهاب جلال، اسماء معروفه جدا وكانوا بينافسوا بمنافسه رهيبه جدا على الدوري. تعادلهم مع نادي اف سي مصر 2-2 والمقص اخر 5-6 ماتشات بيحاول يكسب ماتش عشان المكسب يجيب مكسب. طب. ومباراته الجايه مع الاهلي في الدوري. صعب. فهتبقى الوضع يبقى صعب، انت شايف طبعا. الترتيب وشايف حتى مباراه مصر والمصر المقصه كانت ازاي؟ يعني 2-2 ومستوى ده كمان اف سي مصر اهدى المقصه التعادل. في اللحظات الاخيره. لا مش حاجات اللحظات. لا هو مصر اللي اتعادل في الدقيقه 89. لا هو الاف سي مصر تقدم في الشوط الاول بضربه جزاء. مظبوط. وفي بدايه الشوط الثاني سعيد اوكا حط كرة في مرماه بقت 1-1. بقت 1-1. ميدو جابر من ضربه جزاء تقدم، لكن رودا الويشي تعادل في الدقيقه 90 تعادل لاف سي مصر. واخد بالك؟ فالمقاصه ما عملش حاجه عشان يثبت ان هو عاوز يفوز بيلعب على ملعبه. او على الكليه الحربيه سيان يعني السلام والكليه الحربيه قريبين لبعض. لكن ما عملش هو حاجه،
وبعدين الاداره كانت قبلها بيوم اجتمعت باللعيبه وبالجهاز وجديدة الثقه في الجهاز وهددت اللعيبه اللي مش عاجبه يمشي. الكابتن ميدو قاعد لاخر الموسم وهيستمر لغايه اخر الموسم، يعني معناها ان احنا منحازين ليه مش منحازين ليكوا انتوا، واخد بالك؟ في يبقى في حلقه مفقوده في الحته ديت. ايه الموجود يعني؟ هل اللعيبه مش قادره تادي بالمستوى الكابتن ميدو بيقوله لهم ولا ايه؟ ولا احنا كاعلام مستعجلين دايما على النتائج؟ لان جهاز فني جديد بقياده احمد حسام ميدو لسه في الاسبوع العاشر، يعني الراجل تسع نقط بس. في مقاييس الكوره لو انت جاي مدير فني بمشروع او بمدرسه جديده محتاج مساحه وقت. طب ما في دجله بقى اللي بقاله سنتين او اكتر من سنتين ده يعمل ايه؟ دي مدرسه تانية في دجله، ده ماجد سامي عامل مدرسه تانية. يعني هو بيقول لك انا عايز اتفرج على كوره لكن مش مهم عني النتائج. طب ده ما هو طب المدرسه مش بتدي بتبقى في انتاج يعني؟ مش في انتاج؟ لازم انتاج طبعا. فين الانتاج؟ ما هو التكيس، ما هو بينفذ هذه الخطه الموجوده الاغراضات اللي هو بيعملها دي موجوده من السنه اللي فاتت، وكان برضه هيقعوا السنه اللي فاتت ومش جايب نتائج ايجابيه. بقول لك انه هيقعوا خلهم في ازمات فعلا، يعني نفذوا باعجوبه في ان هم يستمروا في الدوري. طب ايه الناتج الجديد؟ لو هو خسران 1-2 ما بيغيرش طريقه اللعب، بيلعب نفس الشكل. نفس الطريقه، وهو نفس طريقه اللعب وبطريقه اللي انا بقول عليها وتمشي بالطريقه ديت. طب ايه الجديد؟ ما هو لازم يبقى في تطوير برضه يا استاذ محمد، لان مش كره القدم حاجه ثابته كده. ما هو كره القدم دي لعبه متغيره. ومال احنا بنقول ليه الشوط الثاني مثلا ده شوط المدربين؟ يعني بيغير ليه؟ لما مثلا مستر جوزيه لما كان يشوف الاهلي في الشوط الاول كذا يقوم عامل تغيير من الشوط الاول. طب بيعمل ليه التغيير ده؟ ما يستمر على نفس الطريقه ولا هتتغير النتيجه؟ اكيد، لان الكوره لازم يكون فيها تطوير وفيها تغيير. المدرب قاعد بره عشان يغير من طريقه الخطط. انت بتلعب شطرنج، لو فضلت ماشي بالطريقه المعينه اللي انت بتلعبها مع المنافس اللي قدامك هيغلبك على طول بسرعه. صح، لو كنتش انت تستخدم عقلك وتفكيرك وتغير طريقه اللعب بتاعتك مش هتقدر تفوز. طيب، في ظاهره ايجابيه في الدوري المصري السنه دي، وهو عدم الاستعانه للحكام الاجانب حتى هذه اللحظه. كويس، عشان ما نقولش بس ده مقياس على الموسم بالكامل، لان لسه، لان كمان في احدى مباريات الدوري كان في خطا تحكيمي بنعتبره خطا في تطبيق القانون نفسه. نعم، تمام. في كانت مباراه، اعتقد كانت مباراه دجله امبارح، يعني المفروض انت لو في اي خطا جوه منطقه ال 18 بتسدد الكوره او بتضع الكوره على خط الموازي لخط المرمى. مش عارف المساعدين كمان السنه دي مش على يعني بيسببوا مشاكل للحكام. حتى في مباراه الاهلي مع الاتحاد كان في مشكله في الجول الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي يعني، واخد بالك؟ واخطاء برضه في ضربات الجزاء شفناها في ماتشات كتيره في الدوري. بس الاخطاء بالقياس بالمواسم السابقه اخطاء قليله، علشان النتائج، لان حد اشتغل اجانب، علشان النتائج بتبقى مرتبطه بايه؟ ان يعني انا فزت رغم ان ليا اتغلبت واتغلبت 1-0 بس، وكان ليا ضربه جزاء كان ممكن تخش او ما تخشش، واخد بالك؟ بس شفنا انتقادات، يعني شفنا المقصة اعترض، طنطا ده طنطا كان عنده اعتراض كبير جدا، ده حسب عليه ضربه جزاء غير طبيعيه، ما فيهاش اي علاقه بضربات الجزاء. دي من حقهم بصراحه، يعني حاجه مش ضربه جزاء خالص، وده الحكم بيحسبها ضربه جزاء. شفنا في المقصة كان ليه ضربه جزاء في قدام الزمالك، شفنا ضربه جزاء موجوده في قدام الاتحاد، شفنا يعني الزمالك كان ليه ضربه جزاء في المباراه اللي لعبها مع الانتاج، المباراه الوحيده بس. يعني مثلا يعني الفتره الاخيره كان مش عايزين نفتح الملف ده، لان كان يعني اكثر فين؟ استفاد كثيرا من المباريات السابقه. طب امبارح برضو او ماتش الزمالك والانتاج وشفنا الكوع اللي عمله كابتن طارق حامد والحكم الرابع واقف قدام اللعبه لا شاور للحكم، نظره الحكم كان شايف اللعبه فعلا صح، يعني لا شاور له ولا قال له ولا كلمه. طب دورك ايه؟ يعني هل انت دورك انك انت واقف بس حكم رابع مستنيه يقع عشان تخش انت جوه او توري له التغيير والتبديل والحاجات ديت؟ مش معقوله، لازم يكون لي دور. طيب، بنختلف على فكره الاخطاء، في اخطاء تقديريه، في اخطاء فيها نسبه عدم تركيز من الحكام. ما هو برضه يا استاذ محمد ضربه الجزاء بتاعه الاهلي قدام الاتحاد قال لك دي حسب التغيير الجديد او التعديل الجديد اللي عمله الاتحاد الدولي بقى لازم تتحسب ضربه جزاء. طب هي في ناس كتير بتنتقد لانها مش عارفه ان التعديل بيقول كده، يبقى لازم الناس تعرف ان في تعديلات جديده حصلت، والتعديلات هي اللي بتقول ان دي ضربه جزاء. ممكن ما ينظرش اللاعب لكن تحتسب ضربه جزاء. رغم كل هذه الاخطاء لكن حتى هذه اللحظه الدوري كله تحكيم مصري، مفيش حكام اجانب لغايه دلوقتي، ده احسن من السنه اللي فاتت. بالظبط، لا السنه اللي فاتت كانت غير طبيعيه. طبعا، ده نسبه التحكيم الاجنبي السنه اللي فاتت بالمقارنه بالحكام المصريين وصلت 15% 70-30% يعني. يعني لو حسبها 30 حكم تقريبا، نسبه عاليه عاليه. ما حصلتش ما حصلتش في تاريخ الكره المصريه ابدا. وكل ده كان عشان ايه؟ طب دلوقتي بيراميدز اللي كان بيجيب حكام اجانب ده بيحكم له حكام درجه اولى دلوقتي، مش حكام دوري ممتاز.
مش درجه يعني مش دولي دوليين يعني ده كلهم درجه اولى. طيب وانا بتكلم على التحكيم، تتوقع الفار لو اتطبق في مش هتكلم على السنه دي عشان انا اكون واقعي حتى مع الناس، فكره ان يقول لك الدور الثاني دي صدقوني استحاله، ومش استحاله طبعاً على الدرجه الثالثه الاول. ما كانت عنده فرصه في الدرجه الثالثه واجل مباراه الدرجه الثالثه عشان ماتش الاتحاد والاسماعيلي في البطوله العربيه. ايوه وقلنا يا جماعه ده بالعكس ده طبق التجربه على الماتش الدرجه الثالثه اوف لاين. قال لك لا ما هذه للبطوله العربيه مالهاش علاقه بالدرجه الثالثه. بس هي مكلفه طبعا وعايزه تدريب. هي عايزه تدريب قبل التكلفه. طبعا. يعني هو التدريب قبل التكلفه. طبعا. لان التكلفه انت سهل تفكر فيها، لكن التدريب لازم تدرب. عندنا كم حكم متدرب على الفار؟ 3 4 كابتن جهاد جريشه، محمود ابو الرجال، محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، وامين عمر. 3 4 زي ما انت بتقول كده. 3 4 هم 4 بالظبط. 4 هم بس اللي موجودين لغايه دلوقتي يقدروا في الفار. غير كافي طبعا. طبعا هنعمل ايه بقى؟ هم دول الاربعه فضلوا كده؟ ده المجموعه اللي هتدرب الحكام في مصر اولا لازم ياخدوا محاضرات وكورس تدريبي من الفيفا عشان يدي كورس للحكم. أيوه. انت ما عندكش اصلا في مصر محاضرين يقدروا يدربوا الحكام. نعم. هتجيب وقت فراغ منين عشان تدرب الحكام؟ وكل ده بفلوس. والدوري شغال. والدوري شغال. طب هو الاحسن بيبقى ايه؟ ان احنا نبدا من دلوقتي بحيث نبدا في الموسم الجديد. نبدا الموسم الجديد. بالظبط. بس يتدربوا من دلوقتي. ما نقولش بقى ايه لما يجي يخلص الدوري ده نبدا ندربه، لا مش لما يخلص الدوري، لا ده من دلوقتي يتدربوا. لان اتحاد الكوره شاغل نفسه قوي بفكره الشركه اللي هتنفذ التقنيه. شركه تنفذ التقنيه، ما انت اعمل مناقصه بخمس ست شركات بدل ما تبقى شركه واحده واللي كانت احسن اول افضل ما فيهم، واختار افضل عرض ممكن يجي لك من ضمنهم، سواء في عرض الكاميرات او التقنيه اللي هيشتغلوا بيها او حتى في القيمه الماليه. لان ممكن في شركه تقول لك انا هعمل لك الماتش ب 6000 دولار. شركه تقول لك هعمل لك الماتش ب 3000 دولار، بس الشركه اللي ب 3000 دولار هتديك معدات اقل من ال 6000 دولار. لا يبقى 6000 دولار احسن. فهي القصه سهله في دي، يعني سهله، بس سايبين الاساس اللي هو الشغل الفني يا استاذ سمير، وبيركز قوي في الشركه اللي هتتعاقد. وهو ده اللي احنا بنتمنى ان هم يحطوا ايديهم على الحاجه الاصح والحاجه الافضل، لان هي دي اللي هتفيد الكره المصريه. وطبعا لو في فار كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها دلوقتي في التحكيم ده اهي ما كانتش هتبقى موجوده. طيب اسالك سؤال، وفي اقل من دقيقتين احنا خلاص هنختم الحلقه. لائحه الانضباط، لائحه المسابقات، شفتهم ولا ما عرفتش توصل للائحه؟ والله انا كتبت على صفحتي النهارده وقلت هو ان لائحه الانضباط لا لائحه الانضباط محتاجه الى اعاده نظر. لازم ارجع للوائح اللي موجوده في الفيفا وموجوده في الكاف واشوفهم في الحاجات دي. ده هو بيطبق لائحه الفيفا على فكره. لا الالفاظ المستخدمه حرفي. لا انا لازم يعني مثلا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك بسبب الاساءه للحكام تبويخ، اعتبرها تصريحات فتوبيخ. ما قالناش ايه توبيخ، ما قالناش. ما هو ما قالناش ليه ايه الاساءه اللي هو عملها. هو لو كان قال تحذير كانت الناس فهمت. ما هو الناس مش عارفه، هو خد الترجمه. هو اقول لك على حاجه، هم ما عملوش في اتحاد الكوره، عشان اعرف الناس اللي حصل بالظبط، ما عملوش في اتحاد الكوره لائحه انضباط. هو استسهل قال لك ايه، هات لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الدولي اهي الفيفا ماشي، وترجمها ماشي. اللي ترجم حرفي. لكن ما هي مكتوبه في لائحه الفيفا توبيخ. المفروض انت باللهجه بتاعتنا احنا في مصر قول تحذير. طب حضرتك لما واحد ما ينفذ مش مفروض يبقى موجود في اللائحه؟ ما فيش في اللائحه بس مش مكتوب ايه اللي هيحصل. قال لك هيضاعف العقوبه، مضاعفه العقوبه على الشخص المخالف وخصم نقط من النادي اللي بيتابع. طب طلع ان جاب المهندس فرج عامر قال انا معايا حصانه، وطبعا رئيس الزمالك برضه معاه حصانه. لا احنا بنتكلم في الكوره. لا ما انا بتكلم اهو، ما هو دلوقتي ما هو قال لك مش هحضر لاني معايا حصانه. طب هل ده موجود؟ طب ما الكاف اوقف مثلا رئيس الزمالك قبل كده لكن ما حضرش. طيب ليه نفذ؟ طيب انا بشكرك، للاسف وقت الحلقه خلص بسرعه والموضوع ده كنا محتاجين نتكلم فيه من بدري، بس اتمنى اللائحه الواحد يعرف يجيبها ويقراها، تبقى ده هيبقى سبق صحفي منفرد طبعا انك تجيب اللائحه، رغم ان زمان اصلا كانت اللائحه بتتبعت لنا من الاتحاد لكل الانديه وكل الاعلاميين. بس حاجات كتير عاوزه تتغير والله يا استاذ محمد. استاذ سمير حسين انا بشكرك وشرفتني ونورتني، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده احد القنوات الاعلاميه الكبيره والاذاعه الكبير، ودايما موفق كده ونستمتع بوجودك معانا. الله يخليك يا استاذ محمد، انا بشكرك جدا، بشكر كل جماهير النادي الاهلي، واقول الحمد لله على السلامه لكابتن محمود الخطيب، عودته بالسلامه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون في الظهر دايما ان شاء الله. يا رب دايما يا رب دايما. الف مليون سلامه والحمد لله على السلامه لكابتن محمود الخطيب، الرمز الكبير، رمز الكره المصريه والافريقيه والعربيه، ورمز النادي الاهلي طبعا. وبالتاكيد يعني خلاص فقرتنا بتنتهي، وبالتاكيد حلقتنا النهارده بتنتهي، وقدر الامكان حاولنا نقدم لكم معلومات ونقدم لكم يعني تقارير وافكار فنيه حتى لضيوفنا، وبالتاكيد بنلقي الضوء على المباراه المهمه، مباراه الاهلي وبلاتينيوم ان شاء الله يوم السبت على استاد السلام الساعه 9 مساء في الجوله الثالثه من البطوله الافريقيه. ثلاث نقاط مهمه جدا، وان شاء الله النادي الاهلي رجاله وجهازه ولاعبيه قادرون على الاستفاده بهذه المباريات وتحقيق العلامه الكامله في النقاط المتعلقه بالمباريات القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.